هات يا رب. توكلنا على الله، توكلنا على الله. ربنا يخليكم في الرزق. ربنا يوسع للجميع. ازيك يا اسطى فتحي؟ السلام عليكم ربيع. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك يا ابني. لو تعبان يابا يعني روح استريح، أنا ممكن أعرف أزقها لوحدي. لما نوصل عند الجامع هدخل أنا عشان أصلي المغرب وأسيبك تكمل لوحدك. كمل أنت بقى، ما تنسانيش في الدعاء يابا. ربنا يوسع رزقك. عاطف ازيك يا سي عاطف؟ ازيك يا راجل؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ مش عايز نساعدك في حاجه؟ مش عايز مساعده؟ كلك نظر. يا سلام، ده انا تحت امرك يا راجل. يلا يا سي عاطف خش عليا، انا معاك. يلا تعال. ايوه اعدل اعدل. ايوه قوي، الله اكبر. لف بقى شمالك، خد شمالك. يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا عم ربيع. عليكم السلام ورحمة الله. ايه يا عم ربيع قاعد كده وكأنك شايل الدنيا فوق دماغك؟ اهلا يا سي معتمد، مالك يا راجل غايب؟ مفيش والله، الحمد لله، الأشياء معدن، كل حاجة عالي العال. بس الواحد لما يبقى مع نفسه كده في الجامع دماغه بتودي وتجيب، أهو بتجيب القريب والبعيد. يعني مفيش حاجة؟ نحمد ربنا والحمد لله على كل شيء. طب والمحروس عاطف؟ والله يا معتمد يا ابني زي ما تكون دخلت دماغي من جوه. او عاطف ابني هو اللي شاغلني. والله زيك زي غيرك يا عم ربيع، كل عندهم عيال في سن عاطف بيبقوا قلقانين عليهم زيك بالظبط. الا بالحق هو عامل ايه في الدراسه؟ والله زي ما انت عارف او زي ما هو، سنه ينجح وسنه يسقط والحكايه طولت قوي. قول يا رب وإن شاء الله بإذن الله هينجح السنة دي. أدينا منتظرين فرج ربنا يا رب. المشكلة إنه لعبي وعشقه للكورة مبوظ دماغه، وهو ده اللي مخوفني. واحد الله بس عم ربيع كده وانفض هموم الدنيا وتعالى اسمع الدرس. اسمع الكلام بس، تعالى اسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ رشوان؟ ازيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله.
ولا استعاطف؟ هو انت ليه مش عايز تنور العربيه بالكهرباء؟ وانا هنجيب كهرباء منين يا راجل؟ نجيب كهرباء منين؟ ما الكهرباء ماليه الدنيا حوالينا يا سعاطف، مع عربيه الكبد ده واخده وصله من الكفريه. الله، بس كده تبقى كهرباء مسروقه. حلوه حلوه يا سعاطف، الكهرباء المسروقه بتنور اكتر. يا رجب احنا مش قد رزاله الحكومه، وبعدين لو ابويا عرف حاجه زي كده هيطين عيشتك وعيشه اهلك كمان. حق، فكرتني، ده انا لازم امشي قبل ما يجي. ما بيحبنيش عاطف ولا بيطقني، بيعملني معامله الدبانه الرزله. وهيحبك ازاي يعني وانت مش لاقي شغلانه تلمك، صايع وضايع؟ بس بتسجن مع نفسي وراضي بحالي. اللي يرضى بالاهانه تبقى دماغه مش سليمه يا راجل. يا عم مش سليمه، مش سليمه يا عم، كانت السليمه نفعت صحابها. يا عم انت يا سي عاطف. واحد الفل بسبوسه. يا دي الحوسه، دول بتوع المرافق. يلا يلا احسبونا معاهم. طب اديله ثمن الحاجه بعدين. بعدين يا حاج البسبوسه طلعت من الصاج. ارفع لي الكراسي والترابيزات دي كمان. يلا يلا يلا. وقف هنا لما نشوف ايه ده كمان. ولا ايه؟ انت مش شايفني ولا ايه يا باشا؟ حضرتك تتشاف في الضلمه. طب اقفل الراديو ده بقى عشان اعرف اسمعك. امر الباشا. جر عربيتك وغور من هنا، عندنا اوامر بازاله الاشغالات اللي في المنطقه. احنا مش اشغالات يا باشا، العربيه على الرصيف زي ما حضرتك شايف، والشارع ماشي زي الفل اهو. انت سمعت الكلام اللي انا قلته؟ جر عربيتك وغور من هنا. ده اكل عيش وارزاق يا باشا. انزل يا ابني ارفع لي العربيه دي. محدش يتحرك من مكاني، انا معايا رخصه ودافعين رسوم. فين ابوك يالا؟ انا عايز حد كبير اتكلم معاه. ابويا بيصلي يا باشا. حرما يا حبيبي. قول لي بقى انتوا طلعتوا الرخصه دي ازاي؟ لا حضرتك تسال اللي ماضي عليها. والله تمام. يلا يا ابني اطلع. تمام. اشتري واحد كبير احسن من 10 صغيرين. ولا ام سيد يا راجل؟ ايوه. يا طلبه يا فرخ. اوكاز عامل ايه؟ تمام. ايه بنت يا نعام؟ سيدتك فول يا راجل. يا ام مساك فل يا رئيسة. امشي ولا راجب، مش طايق اشوف صحنتك العكرة دي هنا خالص يا رئيسة. الشغل كله طلع خلاص بح. اعون عليكي برضو يا رئيسة. بقولك ايه يا والا، حسواكة وسهواكة ما بتاكلش معايا، انا كتر الكلام بيصدعني، طولة البال ما عنديش روحي في مناخيري، وصبري على اني اشوف سحنة مانيش طايقاها روحي بتغم عليا وابقى عايزة ارجع، وهنا مش تكية يا روح امك. طب هو انا ليا ام غيرك يا ست اصيلة؟ يا والا الحنجلة والرقصة على الحبال اللي انا اللي مخترعاه. لا يا حبيبي، شوف لك ام في حتة تانية، الشغل خلص ومش عايز اشوف وشك هنا تاني يا راجب. طب اعرف طيب انت كارفاني ليه طيب؟ اللي ما يرعيش اكل عيشه محدش يحترمه، واللي ما يحترمش ويقدر رئيسه وكبيره يبقى ما يسواش حاجة وملوش عين يطلب اي حاجة. انت جاي متأخر ليه؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ خلاص يا راجب بح، مفيش شغل ومش عايز اشوف وشك هنا خالص. طب سماح المرة دي. رصيد السماح اللي عندي خالص يا اخويا. يا ست اصيلة، ده انت رصيدك عمران على طول. دي النيلة عليك وانت ملح كده. يلا روح استلم الشغل اللي جوه.
النبي عسل. أني شغلة رئيسة. أنت كمان هتتشرط وتتقرط، ما تروح تاخد أي شغل تلاقيه قدامك. يلا ولا ماشي. ينفع كده يا قطب اسرح بشغل الحريم؟ ده هو كده الحريم اليومين دول بيشتغلوا شغل الرجاله. ها هتشتغل ولا لا؟ مستعجل على الشغل قوي يا ابو رجل ونص. وبعدين شغل ايه اللي بتشتغله؟ ما انت قاعد طول اليوم على الكرسي بتتفرج على خلق الله مجاني قدامي. اطلع قدام شوية. بتعمل ايه يا فرخ؟ مالكش دعوة. طيب يلا. سلام يا رئيسة. سلام يا قطب. الله يكرمك، ربنا يسترك. امشي بنتي. كل والنبي. كل. امشي. فل يا باشا. فل. ده انا جعان، ده انا ما اكلتش من امبارح. ربنا يستر عرض، بقول لك ربنا يستر عرض. واو. فل يا ريس. فل يا عسل. زي ربنا يسهل لي. ما تظهر نعمة ربنا عليك، خلي الزبون يصدق انك مكسح بحقه وحقيقي. اه تعالنا على الشقة بالله. والله العظيم انت فل، ده انت ريحتك فل والنبي. فل يا اسطى، فل يا هاني، يا هاني يا هاني. جعانة والله، والله ما اكلت من امبارح. حاجة لله عشان خاطر الراجل العاجز ده يا استهاني بالنبي. الله يرضى عليكم وربنا يا رب ما يرميكم في ضيقة يا رب. راجل عاجز ومسكين يا عيني، وقبل ما القطر يفرم رجله كان عندكم لحمة يا ولدان. ربنا يا رب ما يحرمكم من بعض ويخليكم لبعض دايما يا رب. تقفلوا الإزاز، ده انتوا بهوات زبالة. وعبت والنبي، ده انت عسل والله، ده انت اللي هتجبري خاطر النهارده. ربنا يستر عرضك، ربنا يستر عرضك، ربنا يستر عرضك. والنبي والنبي ده انا جعان. ربنا يخليك، ربنا يخليك. استغفر الله العظيم يا رب. الليله شكلها ناشف قوي يا كابتن رجب. شكلنا هنروح للنعجه من غير اراده ابو رجل ونص، ومش هنخلص من رزالتها. يلا هنستحمل. انت تستحمل يا اخويا، انا لا. بنت مبسوطة؟ انت يا بنت تعالي. الله يقرفك. عايز ايه فرخ؟ عاوز ايه منك بشكلك المعفن دوت ولا ريحتك اللي قلب الشارع؟ تصدق ان انت ناقص رباعي وليك كبيرة ترد عليها؟ اتلم يا بنت بدل ما ايه؟ بقولك ايه يا بنت، الشغل عامل ايه؟ زي وشك النحس. يبقى المنطقة دي مش بتاعتنا الليلة، واحنا لازم نرزق. بقولكوا ايه؟ ما تيجي نروح البر التاني. البر التاني ده يبقى الجيزة يا فرخ. ما كلها أرض الله. بلاش يا رجب، أنت عارف بتوع الجيزة لو حد غريب خش عليهم بيقطعوه. بلاش، الست أصيلة مش عايزة تعدي حد. البنت بتتكلم مظبوط يا كابتن رجب. يا جدعان فيها إيه لما الرئيسة تاخد منطقة جديدة وتتوسع في مناطقها؟ أنا ما توسعت، بس بروحش للتهلكة. تهلكة إيه يا أبو رجل ونص؟ ما أنت قاعد طول اليوم في المرسيدس وزي الفل. بقول لك إيه يا بت، هتيجي معايا البر التاني ولا لأ؟ لا عجل وحدك، انا ناقصه مطوه تشق لي وشي. وشك ايه يا موشي؟ انت فاكره وشك ده وش سعاد حسني ولا لجلاء فتحي؟ اسم الله على وشك انت. روحي يا اختي خليكي تحت رجل النعجه ترقعي في صوابعها اللي قد دماغك. قدامي. بلاش يا كابتن رجب. بلاش يا اهبل. لوحدك مش هتقدر على بتوع الجيزه يا فرخ، هيقطعونا حتت. بلاش يا فرخ اعمل معروف، انا مش نايس، كفايه اللي انا فيه. هو انا ساعات مالكش دعوه يا ابو رجل ونص، لو حصلت اي مشكله او عركه سلك نفسك وشوف سكه. ها I will go to London next week.
see you over there. But tell me something, Mr. Richard. Mm. Why did you choose Egypt to be the supplier of that number of donkeys? Because it's very easy to find 10,000 donkeys in Egypt. لا تأخذني يا أخوي. والله ما أقصد يا أخي. Have I said something wrong? It's not an intentional one. General Salam got upset when you said that we can't find 10,000 donkeys in Egypt. Oh, sorry, General Salam. I said it because Egypt is a big country and the farmers of Egypt have a lot of donkeys. They have a great animal wealth. So, what if you needed the sheep, Mr. Richards? We would get them from Saudi Arabia, of course. But this, of course, doesn't mean that America has no donkeys or sheep. Oh, they have lots of them. They have states which are famous for donkeys and others which are famous for sheep. But the distance between America and Afghanistan is very far. Donkeys would easily die on their way over there. حجر الله والنبي يا شيخ عشان خاطر الراجل العاجز ده. امشي يا الله يكرمك. طولت العمر ليك يا شيخ. صباح الفل. الواد ده بيعمل ايه هنا؟ حياك الله يا عم الشيخ. ربنا يخليهم لك يا رب. تبع مين يا؟ تبع اللي بيرزق يابا. انت اتحدفت علينا من اني صفيحة زبالة. خلي لسانك حلو، دي ارزاق وكل واحد بياخد رزقه. رزق المطرح على قد اللي فيه. اتكل على الله بدل ما تتعور. الواد ده انا عارفه، ده من رجالة الناعجة بتاعت وسط البلد. ناعجة؟ خروف؟ خد بعضك واتكل على الله. دي مش اصول يا جنتل. قلة الاصول مع اللي ما يعرفش الاصول تبقى اصول. اتكل على الله بدل ما شرح لك وشك. هتشرح لي وشي؟ اه. وحياة امك. يا وصلت لامك يا روح امك. اجري انت يا ابو رجل ونص. ناعجة وسط البلد اشتغلوا في اي حتة يا الماما او الساخ. ها؟ وبقى شرحني كويس يا ماما. يلا يا ابو رجل ونص. بنتي مبسوطة. انت ليه يا حبيبتي دايما كده هدومك مطربة؟ ده تراب الشارع يا ريس. ده لا يمكن يكون تراب الشارع يا مبسوطة. حد قالي ان انت ما بتشوفيش شغلك كويس وبتنامي تحت الكباري؟ ده كلام نسوان المخزن المدودين المعفنين. كباري ايه اللي هنام تحتها دي؟ ايه ده؟ في ايه يا رجب مالك؟ انا مش قلتلك بلاش؟ شفت اللي جرالك؟ هو ايه اللي قالتلك عليه بلاش وانت عملته يا رجب؟ تتخديش عليا يا ريس، انا زي الفل. هي كل العباره بس ان انا لقيت الشغل عندنا في المنطقه مش قد كده، قلت اجرب في حته تانية. حصلت مشكله بس خلاص. عدى البر التاني يا ريس الجيزه، وانا والنعمه قلت له بلاش بس هو اللي ما بيسمعش الكلام. انت تخرسي خالص، حسابك معايا بعدين عشان انت عرفتي وما قلتيش. في القانون يا مبسوطه بيقولوا عليه التستر على جريمه، يعني علم وما بلغش. وانت
عملت في نفسك كده ليه؟ لا منك دخلت عليا بإراد ولا رجعت لي سليم. كل اللي نبني انك رجع لي متصاب يا روح امك. يا ست اصيل انا زي الفل والله، انا تمام. كل اللي انت شايفاه ده قدامك من على الوش جرح سطحي، بس بقول لك ايه، انا عملت لك حته دين هيبه على ابوها. انت بقيتي متصيطه قوي يا ريسه، وبقيتي اقوى من كل الرجاله. هي ايه الحكايه يا ولا؟ روح يا بنت هاتي شنطه الاجزخانه. بص لي هنا، انا عايز افهم ايه اللي حصل بالظبط. هقول لك. ايوه يا استاذ صلوحي، طلبات في حد من اهالي بلدنا مضايقك في حاجه ولا ما دفعش الاجره بتاعتك؟ ربنا يعزك ويعز اهل بلدكم يا حضره العمده، كلهم ناس اكابر ما يعرفوش الغلط. طب الحمد لله، امال مين المحروس اللي واقف جنبك ده؟ ده سعيد ابني، المهندس سعيد يا حضره العمده. مهندس؟ ايوه امال يا حضره العمده، مهندس. اها مهندس كده وكده يعني، ولا طالع من كليه الهندسي؟ روح يا سعيد سلم على حضرة العمدة وقول له انت مين. انا حضرتك خريج كلية الهندسة السنة اللي فاتت بتقدير جيد جدا. الله ما شاء الله ما شاء الله، والله براوة عليك يا سطوحي. بص بقول لك ايه، ابوك دي تحطه جوه نين عينك من جوه، انت فاهم؟ يعني المفروض يا استاذ سطوحي عمدة بلدكم يعني كافئك ولا حاجة طلباتها. الجيرة كلها يا حضرة العمدة تعرف فضلك عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى. وسعيد ابني ده أمانة عاوز جنابك تشمله بعطفك. والله لو حاجة في مقدوري مش هتأخر، اعتبرها جدد. الله يبارك لنا فيك. توصية للباشا سعادة اللواء ابن جنابك علشان وظيفة لابني سعيد المهندس سعيد. بس كده من عناية الاثنين، هكلمه واستبشر خير ان شاء الله. الله يكرمك يا جناب العمده ويبارك لنا فيك وفي سياده اللواء. روح يا سعيد حب على ايد سيدك العمده. حب على ايد سيدك العمده. ايه؟ وانا قبل منك احب على ايد سيدي العمده. مالوش لزوم يا سطوحي. لا وايه؟ بعلو صوته في الشارع عامل لي فيها بطل بسلامته وبينطح في الحكومه. طب اعتبر الرخصه دي مسحوبه، رئيس الحي مع السيد المحافظ، واول ما هيرجع هيمضي على المذكره. يا باشا الله لا يسيئك، حضرتك كبير وابن اكابر وده عيل طايش دماغه طايره ما يعرفش المصلحه فين. ابنك مش متربى يا حاج. يتربى يتربى يا باشا، بس كل اللي قطع الرزق. العربية دي فاتحة بيت، وبعدين احنا واخدين جنب، لا معطلين شارع ولا عاملين زحمة في أي حتة ولا مضايقين أي حد. ابنك يا حاج عيل عيل يا باشا ومفتون بنفسه شوية، أصل العيال بتوع الكورة لحسوا دماغه وعلموه الشراسة، لكن ربنا هيهديه إن شاء الله. آه لا والله، تمنك يا راجل أنت كده مرخرخ قدام قلة أدب ابنك بالشكل ده. أعمل إيه؟ غصب عني يا باشا، أصل ده ولد على بنتين وديني برب فيه أو يبقى حارس عليهم وعلى أمهم لما يحين الأجل. الواد ده بيضرب برشام؟ أعوذ بالله. لا يا باشا إحنا بعاد عن الحاجات دي خالص، وبعدين ده تلميذ منتظر نتيجة الثانوية العامة. ما هو اللي حصل ليلة امبارح ده ما يعملوش غير واحد مبرشم. اللي ينطح في الحكومة بالشكل ده لازم يكون مبرشم يا حاج. لا يا باشا بلاش التهمة دي، احنا مش قدها. الولد مش متربي اه، غلط اه، لكن كل اللي التهمة دي، وانا جاي اعتذر واصلح غلطه. وحضرتك كبير وابن اصول، والعفو من طبع ولاد الاصول. خلاص يا حاج ربيع روح لحالك، بس يكون لعلمك المرة دي آخر مرة هسامع فيها. أنا هسيبه بس المرة دي، بس الواد ده لو أنت مش عارف تربيه سيب لنا إحنا الحكاية دي يا حاج.
التقرير عند السيد المدير عشان هنعرضه على سيادة الرئيس. بعد العرض نشوف ايه اللي هيحصل. مع السلامة. ملف المنطقة الرابعة يا فندم. لا خليه معاك علاء، بشوفه لما ارجع من السفر. ساعتك تقوم روح حاجة تاني؟ لا في الوقت الحالي لا شكرا. الو ازيك يا حاج؟ وازاي صحتك؟ كلهم بخير يا والدي. والله فيك الخير يا حاج. كنت عايز اكلمك عشان اقول لك انا مسافر فرنسا، لو كنت محتاج حاجه من هناك. لا ده انا مسافر دلوقتي وراجع بكره اخر النهار. وانا يعني هعوز ايه من فرنسا يا مجد؟ لا اللي انا عايزه من هنا. ايوه عايز منك خدمه. خدمه في الاول وفي الاخر لوجه الله تعالى. بص يا سيدي، بجانا قصدني راجل غلبان من الناس اللي هم على باب الله دول. ايه ابنه نجح في كلية الهندسة، واني بصراحة بقى معجب بالراجل قوي لانه قدر يعلم ابنه العلامة الحلوة دي. هو لما مؤاخذة بيقولوا عليها الفوت. ايوه من الناس المعدمين اللي هم تحت خط الفجر بياما ياما قوي. انا عايزك يا مجدي تشوف له وظيفة، بس اوعى تكسفني يا حاج عبد الغني. يا اطيب راجل في الدنيا، انا مقدر حبك للخير، بس ده مفيش شهر بيعدي غير لما تطلب مني طلب زي ده. بصراحه بقيت اتكسف في المسؤولين اللي بكلمهم. حاضر. مين يا حاج؟ انت عارف سطوحي جصاص الحمير ده بقى يبقى ابنه؟ لا هما مش من بلدنا، هما من الناحيه التانيه، بس هو بقى بيلف الجيره كلها علشان يلقط رزقه. ايوه ما هو اللي بيقص الحمير بتاعتنا. معقول اللي بتعمله في ابنك ده يا حاج؟ حتى ابن قصاص الحمير بتتوسط له؟ ربنا هيكرمك ان شاء الله يا مجدي، وهيكرمك اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله عشان الناس الغلابه دول. ان شاء الله. انت عارف اصل الناس الغلابه دول قصاص الحمير؟ انت بتقول قصاص حمير؟ الو يا حاج ابعت لي الواد بتاع الهندسه ده وابعت ابوه معايا يوم السبت الجاي اكون رجعت من السفر. ما تنساش يا حاج. مع السلامه. ملوش في الكوره ولا ايه؟ ملوش، يبقى بيحب يمشي تعايق والجو رايق. وحماد ازاي تسايق؟ طب ما تيجي اخدك ورايا على الفيسبوك ونمشي على سرعه. حماده يا باشمهندس. ازيك يا حماده عامل ايه؟ صباح الفل الحمد لله. هو انت قلت لها ايه؟ لا يا باشمهندس، هو انت ما باعث المعاكسات ولا ايه؟ لا انا بس الحركه عجبتني. انا قلت لها اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله جميل يحب كل جميل سبحانه وتعالى. وانت تعرفها بقى يا حماده؟ وانا يعني لو كنت اعرفها كنت استغرب اقرب منها ولا اقول لها نص كلمه. صح. وهي قالت لك ايه بقى؟ لا باشمهندس، انا زي ما بقول لك الحركه عجبتني. وانا بعمل فوفو كده. ايوه هي اتخضت فانبهرت فتبسمت. ما هم كلهم بيبتسموا. انت وراك حاجه؟ ما تيجي تقعد معايا شويه؟ حتى لو ورايا باشمهندس في تشرب شاي؟ اشرب ازوزه. انا ده انا اجيب لك سبورت. تعال تعال. انا ابو زيدو بيمشي من 2-3. يلا 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 انت الجول. اربع جول اكيد تمام. قالوا توقع كوره لحد قال فرمى بسرعه واربع جول اكيد. شكلنا احنا الاثنين كده مناش في الكوره. روح لحالك يا ابني بتاع الطعميه. الله يبقى انت عارفاني بقى وعينك عليا. بقول لك ايه، انا سكتلك اول مره ما
تحترم نفسك. مش قادر احترمها. نعم. طب ما تيجي ناخد بعضينا ونروح اي مكان ونعمل عزومه حلوه كده باي تمن تحبيه. يا نهارك اسود ومنيل. بلاش. ماشي عشان انا الواحد. ايه اللي جرى يا بنت الاصول؟ مش انت بنت ربيع الحلواني برضه؟ بس ده عيل قليل الادب. يا قليل الادب. بس يا باشمهندس. احنا الغلط ركبنا من فوق لتحت. بنتك ما غلطتش يا راجل، يعني بلاش تخرج. اساليها كان شكلها ايه وهي خارجه يا ام البنات؟ كانت ماشيه في الشارع ازاي؟ انا كنت ماشيه محترمه وزي الالف، ولا بتهز ولا بتمايل يابا. انما اعمل ايه بقى قدام السفاله وقله الادب؟ اشمعنى انت دونا عن خلق الله اللي قل ادبه عليك وعكسك؟ عشان انا لوحدي اللي كنت ماشيه في الشارع. وبقيت خلق الله راحوا فين؟ ماتوا؟ لا يابا ما ماتوش، بس كل الناس كانت بتتفرج على الماتش. قلت لي خديني معاكي، قلت لي لا. ايوه عشان تبقى المصيبه مصيبتين. من النهارده مفيش خروج. جرايه يا ربيع، البنت ذنبها ايه؟ ما تروح تشوف الواد الصايع ده مين ابوه مين اهله وخد حق بنتك. اساليها اذا كانت تعرف هو مين. حماده ابن الزايد بتاع الطعميه. وعرفت منين ان هو ابن الزايد يا بنت؟ جرايه يابا، انت ناسي ولا ايه؟ احنا مش زباين عند ابوه واغلب الايام بناكل من عنده. لا حول ولا قوه الا بالله، الزايد ده راجل بايخ. والولد ده ابنه الحيلة، والفلوس خلته يسلب طوله على الناس ومش هيقبل كلام. يا سلام، ما انت كمان ابنك حيلة بس محترم. ابنك خايب. محدش فيكم يقول لعاطف على الحكاية دي. عاطف لو عرف مش هيسكت، واصحابه بتوع الكورة دول مفيش اكتر منهم. عندك حق يا بنتي. يوه جرالكوا ايه؟ المندبة دي ليه؟ لزومها ايه؟ عايز افهم الكلام ده. ما كنتش اخدت حقي، انما ده انا فرقت عليه الشارع. ما هو الناس اللي كانوا في الشارع دول بقى يا فلحه هم اللي هيقولوا لاخوكي. مفيش حاجه بتستخبى يا نواره. طب كمل الواد ده، خلينا نشوف حكايته ايه. ايه انت عامل في ايدك ده يالا؟ هتقوم المنطقة دي معبي يا ناس يا سراج. ما هو ده المطلوب يا بقى. أول ما الشغلانة تخلص مش عايز أشوف حد في المنطقة كلها. كله على المخزن على طول. مفهوم؟ إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. يلا اقعدوا أنتوا على القهوة دي وعلى إشارة مني لما الأرنب يجي. ماشي يا معلم. يا ابني اصبر، مش كده اصبر. صبر ايه يابا؟ ده لو كان الصبر مكاننا كان زمانه زهق. طق. معلش يا ابني، ده راجل مهم ومشاغله كتير يا سعيد. ايه؟ طب والمهم ده لما كلمته في التليفون ما حددش ميعاد؟ يا ابني ما هو اداني عنوان اللوكان ده وحجزنا فيه. ايه؟ انت مش شفت كل حاجه؟ هو بس عنده ماموريه هيخلصها ويجي لنا على طول. طب نزل نصلي المغرب في سيدنا الحسين؟ افرض نزلنا نصلي من هنا وهو جه ما لقناش. ما يستنى يابا. يستنى؟ يستنى ده ايه يا سعيد؟ هو مين اللي عاوز التاني يا ابني؟ انا مش عارف انت مهندس ازاي؟ يا ابني اصبر، وبعدين ده راجل حاجز لنا اوضه بالشيء الفلاني.
الا قول لي يا سعيد، اوضه زي دي كده يعني تكلف كام في الليله؟ معرفش. خلي المطوة تحسس على زورك. عكست ليه بنت الأصول؟ مش أنا، أقسم بالله العظيم واحد وزني. مين هو اللي وزك يا حمادة؟ اللوست معتمد اللي بيصلح التكييفات. ويا ترى اللوست معتمد اللي بيصلح التكييفات كان غرضه إيه لما وزك يا حمادة؟ وأنا إيش عرفني؟ وأنا دخلت في غرضه وما تسأله هو. وش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، مش هأذيك، بس أنا بقى عايزك تعلي حسك وأنت بتقول مين اللي وزك يا حماده؟ اللوستة معتمد اللي بيصلح التكييفات. شاطر يا حماده. لا 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 عيب يا كابتن، عيب يا كابتن. حرام عليك، كدالي في وشي. يلا يا رجاله. خليت ولي اليهود، حرام عليكم. دفكوني طيب. ابويا. حرام عليكم، حرام عليكم. العكس ده بس، العكس ده بس، العكس ده بس. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض. جعانة والله، ما اكلت من اول امبارح. فول فول يا باشا، فول يا باشا، والنبي فول وقع. فول يا حاج حلو، ربنا يخليه لك، ربنا يخليك. الفل يا ناس يا فل، وعزة الله شمس وقمر مع بعض. خد لها فل بقى. لا مش عايزين. في حد يقول الفل مش عايزين كده وهو مكشر؟ تضربه على وشه عشان يخرجك. هو الرئيس معدي ولا ايه؟ مالي الاشاره طولت كده ليه؟ احنا عندنا شغل. وانا صدقي بالله انت احلى واحده ست شفتها. جرى يا بنت يا مفعوصة، انت فاكراني هبلة وهصدقك؟ طب ده معناه لو كنت كدابة، ده انت حلوة ودمك خفيف. خمسة، هاتي بخمسة. رغم الحلوة دي وربنا عرفتك، ربنا انت مطربة نعناعة، صح؟ صح. خدي عشان انت وشك سمح وفي القبول. ربنا يساعدك يا رب ويخليكي فوق فوق، والنقطة تغطيكي من فوقك لتحتك. طب مفيش شريط بقى؟ عم فوزي اديها شريط. من عينيا يا كروانه. جرى يا عم فوزي، ما تديها شريط في عالبيت. ما انت عارفه الشريط فهمت العربيه يا كروانه. مش مشكله، امسكي. وعزه الله انت فول، ده انا بحبك قوي. مش عارفه يا عم فوزي، حسيت انها بتحبني. ايوه كده، ما هو برضو الواحد لازم يحس ان لسه حواليه معجبين. طب معلش حضرتك، عاوز مننا ايه بالظبط؟ زي ما قلت لكم، مطلوب 10,000 حمار وحمير حصاوي من احسن نوع. ايه؟ ده انا كنت فاكر سعادتك يعني بتتفكه معانا. هو حضرتك بتتكلم بجد؟ طبعا جد. وما انا جايب السيد الوالد ليه؟ جايبه باعتباره خبير. ولازم انبه على حاجه مهمه جدا. العمليه دي سريه للغايه. لا ما تقلقش سعادتك، اطمن خالص. بس يعني لا مؤاخذه سعادتك، انت محتاج 10,000 حمار تعمل بيهم ايه؟ الاول نقدر نلم 10,000 حمار؟ ايوه نقدر. بس كده يعني محتاجين ان احنا نلف بره مصر كله، ابلي وبحري. مش كده وبس يابا،
سعر الحمير بالطلب عليها هيرتفع قوي، ده كده ممكن سعر الحمار الواحد يوصل ل 200 جنيه او ممكن كمان يزيد. دي ملاحظه ممتازه يا باشمهندس، ولازم ناخدها في الاعتبار. ده غير ان الحمير المطلوبه لازم تكون صحتها كويسه وقويه، دي هتبقى حمير حرب. حمير حرب؟ هي الحمير يا باشا تنفع تدخل حرب اليومين دول؟ عشان الشغل المطلوب فيها هيكون في الدال. تقدر على المهمه دي يا حاج سطوحي؟ ان شاء الله. اتطمن خالص يا سعاده اللواء. طب معلش يا سعادتك، انا لازمتي ايه في عمليه زي دي؟ انا ليا في الهندسه وبس. ما دي هندسه برضه يا باشمهندس، هو جمع 10000 حمار مش هندسه برضه. يعني افهم من كده ان سيادتك بتكلف الوالد بالعمليه دي والمطلوب مني ان انا اساعده في تنفيذها؟ مش كده بالظبط، بس العمليه دي مسؤوليه كامله بينك وبين والدك، ده اذا قابلته بيها. ايه ما نقبلش بيها ليه يا سعاده الباشا؟ على الاقل يساعدني بدل ما هو قاعد على المستر طول النهار. على ما الوظيفه تجيله. بس لا مؤاخذه يا باشا، يعني الرسمال الفلوس حاضره وجاهزه وهتكون تحت امرك، المبلغ اللي هتطلبه هيوصلك في ساعتها. كده تمام. سعيد. نعم. زي ما قلت سعر الحمار ممكن يوصل 200 جنيه. واذا السعر فضل ثابت ففي مصاريف نقل وسفر وعاشه حمير، يعني السعر ممكن يوصل ل 200 جنيه. لا يا سعاده الباشا لا مؤاخذه، السعر كده هيبقى الطقطقه. اي ما هي قلت لك من الاول انها عمليه مقاوله، واعتبر يا سيدي نفسك مورد ولازم تكسب. خلاص استبينا يا سعادة اللواء، وإن شاء الله هنشرفك. نقرأ الفتحة. سعيد، بكرة الصبح توصل لوالد المحطة يحضر أموره ويجهز نفسه وتجيلي على المكتب، في تفاصيل مهمة قوي لازم نتكلم فيها. طب نستأذن سعادتك اللي احنا لازم نروح البلد النهاردة، يعني ما كناش عاملين حسابنا على البيات وكده، لكن إن شاء الله من بكرة الصبح بدري هكون عند حضرتك. اللي تشوفه يا سعيد. بسم الله ما شاء الله، انت بقى نواره ولا اختها الصغيره؟ اختها الصغيره يا سيدنا. طيب والدك موجود ولا خرج؟ موجود. قولي له في جماعه ضيوف جايين عاوزين يشربوا عندك شاي. طب اهلا وسهلا، اتفضلوا. يزيد فضلك. يا ترى بقى عاطف اخوك موجود ولا يعني خرج؟ لا موجود، بس هو نايم اصله، بيسهر ويصحى براحته يعني. طب صحي عشان لازم يحضر الحديث من اوله. فضلت. يا ساتر يا ساتر. الله 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 الله، ألف هنا يا سيدنا. ربنا يكرمك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طبعاً جايين النهاردة بربطة الإيه؟ المعلم. المعلم. وعارفين إن أخونا معتمد ده عمل عملة ما يرضاش عنها لا ربنا ولا العباد، وعلشان كده الغلط راكبه من ساسه لإيه؟ لراسه. لراسه. دي قلة أدب وسفالة. أنت لازم تتربى، أنت ليك عين أصلاً تخش بيتنا يا بني آدم يا عديم الرجولة؟ يا أخ عاطف لازم تحترم الشيخ شفيع شوي. احترم وجودنا يا اخي. نقي الفاظك. الشيخ شفيع على عيني وراسي، لكن الراجل ده انت ليك حق يا ابني ان انت تغضب، بس مش بالطريقه دي. خليك زي والدك ماسك نفسه واعصابه هاديه. يا سيدنا ده عامل فيها شيخ وكمان عامل صاحبي، دايما واخد باله مني ويدور عليا في الجامع ويسالني عن احوالي. أنا عاوز أعرف هو ليه عامل معايا كده؟ إن الله مع الصابرين، ما أنت لو صبرت هتعرف كل حاجة. هي معتمد هتتكلم أنت ولا أتكلم أنا؟ البركة فيك يا سيدنا. شوفوا بقى، معتمد قاصد خير. يعني يصلت واحد فالت، أهله ما عرفوش يربوه عشان يتنازل على بنات الناس وتقول لي خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفرك ربي وأتوب إليك. يا ابني اهدى اهدى شوية، ما تتكلم معاه شويه وربيع. عاطف يا تقعد ساكت يا تطلع بره. انا مش عاوزه يطلع بره، انا عاوز يقعد يسمع الكلام من اوله لحد اخره وبعد كده قول اللي انت عاوز تقوله. شوفوا بقى، احنا زي ما بيقولوا كده نجيب الكلام من الايه؟ من الاخر. من الاخر. معتمد كان بيختبر بنتكم. يختبرها ازاي يعني؟ هو بصراحه ربنا كده كان حاطط عينه عليها من زمان في الحلال، يعني
كان قاصد انها تكون ام ايه؟ عياله. ام عياله. لكن تقول ايه بقى؟ الشيطان لعب بدماغه. الشيطان لعب بايه؟ بدماغه. هو كان عاوز يتاكد من متانه اخلاقها. ده اغبى خلق الله. يا اخ عاطف، يا اخ عاطف، الراجل في بيتكو. اي نعم هو غلط بس يعني. بس غبي. اسكت يا زفت يا عاطف. يا سيدنا، يعني لو كان هو قصده خير كده مفيش طريقة تانية غير انه كان يتسبب في بهدلة بنتنا في الشارع. هيبقى في طريقة تانية ازاي وهو غبي؟ يا ابني انت ماسك له غبي غبي غبي. الله، خلية ربنا، هنعمل ايه؟ صراحة ربنا هو دماغ معتمد زي الفل، لكن تقول ايه بقى؟ عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. لكن هو كله سذاجة وطيبة ووفاء، وده يتحسب له مش يتحسب عليه. طيب انت عايز ايه دلوقتي بقى يا سي معتمد؟ ما تتكلم يا معتمد. يعني انا بقول عفو الله عما سلف، و زي ما الاستاذ عاطف قال يعني كانت غباوه مني، وانا جاي انا وسيدنا الشيخ شفيع عشان قصدي خير، وانا يعني جاي علشان نسامحك، مش كده؟ خايف لا يحصل فيك زي ما حصل في ابن الزايد. اقسم بالله العظيم ما خفت. طيب طالما انت مش خايف جاي هنا تعمل ايه؟ وليه بتحرج الناس دي معاك؟ انا جاي عشان اطلب ايد اختك نوره. ايه ايه ايه؟ تطلب ايد مين؟ اذا كان انت اولك زفت وقطران اخرك هيبقى ايه؟ على فكره انا مش عايزيك عشان الناس اللي معاك. يا ابني استهدى كده بالله. ويا ترى بقى اختي نجحت في الامتحان ولا سقطت؟ ولو نجحت المجموع بتاعها هيدخلها عصمة حضرتك ولا محتاجة إعادة؟ طيب الواد ابن الزايد مش على هواها، افرض حد عكسها وكان على هواها مش كانت ممكن تتجاوب معاه؟ ساكت ليه؟ ما تنطق. أنا في بيتكم يا سعطف. هو في حاجة حشاني عنك غير إن أنت في بيتنا والحماية اللي معاك؟ ما تتكلم تقول حاجة عن ربيع. بصراحة يا سيدنا ابني عنده حق. ست هانم، الفرح اللي احنا رايحينه ده في امبابه، والشارع اللي احنا ماشيين فيه ده ملوش سكه خالص لامبابه. بقول لك ايه يا عم فوزي، اسمع الكلام، ما انا لازم اشتري فل قبل ما اروح الفرح. قول لي بقى كده. الفرح اللي فات اشتريت منها فل وكانت ليله فل الفل، صح ولا لا؟ في الزحمه دي عقبال ما نوصل امبابه يكون الفرح شطب. معلش يا عم فوزي، عشان النهارده الخميس وبكره اجازه والناس نازله تفك عن نفسها شويه. عم فوزي البنت بتاعت الفل اهي، دمر لها دمر لها يا بتاعت الفل يا بتاعت الفل. مساء الجمال عليك يا فل الفل يا مطربه يا نجمه النجوم. بقول لك ايه، الفل اللي معاكي ده كله بكام؟ بخمسة جنيه بس. طب هاتيه كله كله. خد يا عم فوزي. يكبر بخاطرك يا رب. خد ادي 10 جنيه، خمسه للفل وخمسه تروقي نفسك بيه اخر رواقه. انا بحبك قوي. البيت دي وشها حلو عليا قوي يا عم فوزي. الليله اللي فاتت النقطه كانت بالكوم، والله ما انا عارفه السر فيها ولا في الفل. يا ست هانم السر في جيوب الناس، لو مليانه هتتكلم ولو فاضيه هتخرس خالص، انما تقولي لي بيت والفل بتاعها ده مش كلام. عنك انت هيديهم لك انا جنيه. انت تعرف انا مين؟ الاول تعرف انا مين؟ هتكون مين يعني؟ انا ابو ارن. ابو ارن؟ ده انت ابو ارنين يالا، اياك مش عارف ان ابو ارن مقبوض عليه. بقول لك ايه، تسمع عن النعجه؟ انا تبعها، وبما انك تعرف ابو ارن يبقى اكيد تعرف رجب الفرخ. طلع ياه اللي معاك يلزمني. ليهم والمطوه
مع السلامة يا على لا تعمل كده تاني، عارف لو شفناك من الماتشة دي تخرج منها حبلة. بصوا النهارده مالو؟ راكبوا عفريت؟ مش راكبوا عفريت، الناس باين عليها اتجننت. راجل عديد ده ولع السوق، ده بيشتري بأي سعر. اشترى السوق كله، ما سابش غير المكسحة والعدمانة واللي يا دوب تنفع بيبيعها للأسود في جنينة الحيوانات. ما ده اللي غلى الحمير. دي مولود من 4 سنين بس، امه لسه عايشه وشغاله وعالي العقل. يا راجل حرام عليك، قول الحق. حمار ده سنه 6 سنين مش 4. يا معلم بقول لك 4، صدقني دي مولود على ايدي وزي ضلايا. اختشي يالا، المعلم طالما قال لك 6 يبقى 6. اشتريت بكام يا معلم ستوحي؟ 75 جنيه. افتح الله يا معلم، لسه بدري، دي حصاوي. طالما لسه بدري بقى خليه هناك قاعد جنب امه. سايق عليك النبي يا معلم، زود اي حاجه كده عشان ربنا يبارك لك يا الامر لله. 77 الله يبارك لك فيها يا معلم. حاسبه يا زكي. ما تزعلش غصب عننا والله. حصل خير. العب العب. شوفي مين يا تغريد. بتي يا نوار، اوعي السكر يفندم منك زي المره اللي فاتت، فاهمه؟ السلام عليكم. مين يا تغريد؟ جدع وشه كله دم يا ماما. يا ساتر يا رب. انا كشاف النور. وايه يا ابني الامل فيك كده؟ تغريد خش يا بنتي هاتي ازازه ميه ساقعه عشان الدم. هو انت مين اللي خرشمك كده؟ يا بنت هو ده وقته؟ خش ادخل يا ابني، ادخل يا ابني. الله صحيح ايه اللي عمل فيك كده؟ عيال في الحاره بيلعبوا كره شراب وواحد منهم لبس الكره في وشي. اهلا يا ابني، اهلا. اهو شفتم؟ اي حاجه فيها كوره لازم يبقى فيها اصابه كده. معلش يا ابني، انت اصابتك اخف من الاصابه اللي عندنا. في ايه يا ربيع؟ هو موال هتغنيه؟ ادخل يا ابني لحد البنت ما تجيب لك الميه. ادخل. اتفضل يا ابني ارتاح. اتفضل يا ابني اقعد. اتفضل. امال عم عبد السلام فين؟ طلع معاش من اسبوعين. وانت اللي جيب بدله؟ ان شاء الله. واسمك ايه؟ احمد درويش. اهلا وسهلا. الميه يا ماما. بقول لك ايه؟ خدي سي احمد على الحوض وصبي له الميه. اتفضل يا ابني، اتفضل بيتك وما تروحش. اتفضل. صب الميه كتير على مناخيره عشان الدم. يا دي الكوره. والله يا جماعه انتوا تعبين نفسكم. ازاي بس؟ ده واجب علينا يا ابني. يعني اول مره تدخل عندنا تدخل متصاب؟ بقيت احسن دلوقتي يا ابني؟ كتر خيركم يا جماعه. كتر خيرك يا نسا. طب اصبر يا ابني شويه لغايه ما تطمن على نفسك. لا انا الحمد لله بقيت على العال. هو العداد فين؟ كملي جميلك يا تغريد ووري له العداد. اتفضل. ايه
تغريد. انت هتقري العادات معاه ولا ايه؟ تعالي كملي شغلك. الله، ما انا بساله خدنا كام كيلو. طب والله العظيم ما انا سالاه. السلام عليكم. ما تقعد يا ابني، نعمل لك كوبايه شاي. شكرا يا حاج. طب استنى، خد حاجه حلوه، ده انت شقيان طول النهار. نواره، اقطعي له حته بسبوسه من الصينيه اللي في العربيه. معلش يا حاج، خليها مره تانيه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الجدع بان عليه متربي، عينه في الارض على طول. امال ايه يا سميحه؟ دي تعليمات مشدده بالكوبانيه، لازم يبقوا كده لان دول بيدخلوا بيوت الناس. جرالك ايه؟ زي ما تكون يا اختي اول مره تشوفي شبان. هشوفهم فين يا حسره؟ مش لما نبقى نشوف الدنيا الاول. وبعدين الصراحه يعني الواد حلو كده ولو طلع خرب عقلك يا بنت. ده انت جبتيها لي على بلاطه. كرايا نواره، شفتيني رحت خدته بالحض؟ طب بذمتك، بذمه ابوكي، ايه مش الواد حلو؟ بس عيبه يا اختي ان زيارته مره كل شهر. كل شهر ولا كل يوم؟ يعني كنت هعمل بيه ايه؟ انا عايزه افهم، هو اشمعنى الواد لما يشوف بنت حلوه كده يقول بنت دي حلوه، والبنت لما تشوف واحد عليه القيمه كده ولو طلع تكتم وتخرس؟ والنبي ده ظلم. يلا بيت. جبت لك العروس ده. مين دي؟ الحريم. دي حريم؟ الله، ايوه. وجايبها تعمل ايه هنا؟ جايبها عشانك. عشان انا؟ دي المصيبه السودا، عشان تهلس. هلس مع دي؟ مالها دي؟ عايزنا اطفلك من فوق الشجره يعني؟ احنا اللي عندنا اللي موجود وقيع من تحت الشجر. عاجبك شيل من على الارض، مش عاجبك عض في الارض. اسمها ايه؟ مبسوطه. مبسوطه من ايه؟ لا، هي اسمها مبسوطة يا عاطف، هي اسمها كده. اه اسمها مبسوطة. اه يلا يلا بقى، شوف لك أي ركنة ضلمة وخلص أمورك فيها. يلا بقى، ما تبقاش كلح بقى، زق عجلك يلا. طب خلصونا بقى. على فين؟ ارجع لي بالسلامة يا حبيبي. يابا كله يدلع نفسه بالعقل وبالاصول، اوعى تدلعها زياده لا تشمت فيك عزول. يابا يابا كله يدلع نفسه. تي ترارات ترارات. ايه تمام. ريحتها عامله زي ريحه المعيز. معيز؟ نبي انت ولا بتفهم بالفازليمه اللي متنعكشه في شعرك دي. ايه عاطف، البت بتاعت اول مره عمرك ما تنساها، حتى لو نمت مع بت ملك الجان. ما ان شاء الله يا رجب للنعجه تصحى ما تلاقيناش. استني خدي حاجه حلوه. عاطف يا عاطف ابني، الحقنا يا ابني الحقنا. الشيخ عبد المجود مؤذن الجامع ما جاش، وعايزينك انت تأذن صلاة الفجر. انا؟ ما شاء الله فرخ. طب ابو عاطف معلش هستأذن انا بقى، معلش ربنا معاك. السلام عليكم يا عم الحاج، صباح على خير. بيقول لك اذان، يلا على الصخر. هاتي حته بسبوسه يا بيتي. يلا يا ابني، فضل دقايق على اذان الفجر. يا عم الشيخ انا مش هينفع اخش الجامع، ومش هينفع ارفع الاذان، واذن انت. انا؟ هو انا فيا نفس يا ابني ان انكر الاصوات؟ طب ما تمشيها من غير اذان الليله. ما ينفعش. وانا كمان ما ينفعش. لو الشيخ شفيع في الوضع اللي انا فيه دلوقتي حالا ما كانش قادر يرفع الاذان.
بص يا شيخ عبد الباسط، جيب الراديو ده على اذاعه القران الكريم، الاذان هيبدا بعد شويه، كل اللي عليك ان انت تحط الميكروفون جنب الراديو. انا مش فاهم انت مش عايز تبدا ليه؟ هتكسر صوابي عريض. الحق يا عم الحاج عشان الناس تقدر تصلي. نخرب بيتك يا رجب فرخ، انت السبب في كل الحاجات دي. دفيت الخمسة جنيه في عدك ونامي، صباحك زي وشك. باصص لي فيها؟ المرة الجاية بروح انت. ازيك يا بنت عفاف؟ الولية نايمة ولا صاحي؟ يا اختي بتنام وتصحى. هاتي عني. انت من امتى يا بنت بتحب الورد؟ يعني هي اقل من غيرها ولا اقل من غيرها؟ اشمعنى هي؟ ما كل اوضه قصادها ورد، وبعدين هي على ما اظن عندها فلوس اكتر من قدها عين بتعالج في المستشفى دي. ده انت عليكي مخ يا بنت. بقول لك ايه؟ على الله حد يقرطاسك ويسرق الورد يحطه قدام باب اوضتك، في حراميه هنا. ومين يقدر يسرق من عش الحدايه؟ مبسوطة؟ خدمتك يا رئيسة. بنتي يا عبيد، عودي عايزة أسألك حاجة. عودي يا حبيبتي، هو أنا حصل لي إيه؟ الحمد لله رب العالمين، شدة وزالت، ودخلت عليك لقيتك واقعة على الأرض وسكتة خالص، اتفزعت. وبعدين؟ مفيش، أنا ورجب الفرخ وكلنا شلناكي وجبناكي على هنا. على هنا؟ بس المستشفى دي بان عليها بفلوس كتير. ايوه يا ريس. كام يا بت؟ ياكش تولع الفلوس كلها قصاد سلامتك. كام يا بت عشان ندفع ما تغلبينيش؟ لا ما خلاص، دول بيقبضوا مقدم. ومين اللي دفع؟ يعني هو ده وقته؟ احنا اتصرفنا. استغفر الله العظيم يا رب، انا ناقصه منها ده، انا قلبي واجعني. يا بت كام قولي؟ انطقي انطقي. 2500 جنيه. 2000 وكام؟ يا لهوي يا لهوي. ألف سلام عليك يا ست أصيلة، بلاش تعملي في نفسك كده عشان الفلوس، انشي قلبك تعبان. الحمد لله ان الفلوس كانت موجودة وتحت الإيد، لولا كده كان السر الإلهي طلع أو عزة الله، الدكاترة هم اللي قالوا كده. وعشان حق ربنا، لولا ان رجب الفرخ كان عامل زي المجنون وشالك على المستشفى هيلا بيلا من أول دقيقة، كان برضو السر الإلهي طلع. الدكاترة قالوا كده، قالوا ان لو كنتوا اتأخرتوا عليها ساعة واحدة كان برضو السر الإلهي طلع. يا أختي الفلوس أرخص من موت يا ريسة. بقى الفلوس كانت تحت الايد يا رئيسة. او النعم. الفلوس طول الوقت كانت في الكرسي بتاعي اللي انا بقعد عليه مبسوطه. وشمعنا بقى ما لقيتيش غير الكرسي بتاعي اللي تخبي فيه تحويشتك؟ عشان يبقى في الحفظ والسول. الكرسي وقليل ما بتفرقيه، صاحيه نايمه قاعده عليه، وانت بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر، قعدتك اجدعها من اياتها خاصه في البلد. يا مبسوط. يا ابويا.
تعظيمها يكون الضحك غلط عليكي. يا ضحك يا مبسوطة. خير الله بجاله خير. غلط ايه بس يا مبسوطة؟ هو حد يا بنتي طول يموت هو بيضحك؟ اه يا قلبي. أما انت عرفتي منين تقصيله؟ عرفت منين؟ يا هبل ده الكرسي بتاعي. الله، هو واخد عليا وانا واخد عليه، بحس بأي حاجة فيه. أخد على قعدتي، قعدت لقيت حاجة مكلكعة تحت مني كده، مسكتش قمت فتشت ونبشت، لقيتهم فلوس حطيتهم في مكانهم، ورقبت لقيتك انت يا مقروصة صاحبة الفلوس فعرفت. أما انت لما مؤاخذة يعني بتشيلي فلوسك فين؟ في البنك؟ بنك؟ احنا بتوع بنوكا يا هبلة، البنك قال. يا بت آه، بيقولك قلب في حيط ولا جوهرة في خيط. يا اختي انا زهقت عاوز امشي، اما الدكاترة قالوا هخرج امتى مبسوطة؟ يوم ولا اتنين، الدكاترة قالوا كده. عارفة يا بت مبسوطة؟ آه، لو خرجت ان شاء الله من هنا على رجليا هعمل لكم ليلة محدش يحلم بيها لا قبلها ولا بعدها. ربنا يخليكي ليا مبسوطة. عارفة يا بت؟ لما اروح هناك ان شاء الله مش هقعد على الكرسي بتاعي ولا ارتاح ابدا الا وفلوسك في مكانها تحت مني. ازيك يا سعيد؟ ازيك يا فندم؟ بكاش قوي. ها قولي، لقيت سكن معقول؟ اه الحمد لله. لقيت شقه في روكسي ب 20 جنيه في الشهر وفي شارع اسمه الاستحضار. بس دي تبقى تعبانه قوي. مش قوي يعني، وبعدين لغايه لما الاقي الاحسن. سعيد، مبدئيا انا هقول لك انا عاوز منك ايه بالظبط. تحت امر سيادتك. في شقه في مصر الجديده انا اخدتها عشان تكون مقر الشركه. عاوزك تكون مسؤول عن تشطيبها وعمل الديكورات. ايوه يا فندم، بس عدم المؤاخذه يعني انا لا مهندس معماري ولا انشائي ولا حتى افهم في الديكور. لا لا، انا عارف كده كويس قوي. وبعدين الشقه واخدها مهندس مقاول ومعاه مهندسين في كل التخصصات. طب لما الحكايه كده يا فندم انا هعمل ايه بالظبط؟ هتكون بالنيابه عني. انت عارف انا ما عنديش وقت خالص عشان اتابع واستعجل واقول ده اه وده لا. الحاجات المفروض كنت اعملها انت هتعملها. الثقه افتخر بيها سياده اللواء. واي شغلانه تشتغلها فيها خبره ليك اكيد ساعدتك. تشرب حاجه يا فندم؟ شاي. شاي ماشي يا فندم. سعيد، انا بجهزك لمستقبل عظيم جدا، وكل ده عشان كفاءتك طبعا، وعاوزك تكون قد المسؤوليه ان شاء الله. لكن الاول في حاجه مهمه. اتفضل يا سياده اللواء. من غير اي حساسيه. طبعا. ابوك ماله؟ ابويا لازم يهاجر، لازم يسيب بلدكم والمركز كله والمحافظه كلها. ودي على كده بقى هجره ولا نفي يا سياده اللواء؟ نفي ليه ولا عياذ بالله، ابوك راجل طيب وفي حاله، بس حسب المعلومات اللي وصلتني ودي معلومات مؤكده طبعا، ان ابوك زي ما تقول كده ما صدق. عشان حته الارض والبيت اللي اشتراه حضرتك عارف طبعا. انا عارف طبعا، من حقه يشتري اراضي وبيوت وكل اللي نفسه فيه، لكن الظاهر عارف لما اخذ المثل اللي بيقول شبع بعد جوع، وانت عارف طبع الفلاحين وعادتهم. مفهوم مفهوم يا سياده اللواء، حضرتك عندك حق. انا عارف انه طلب صعب جدا، لكن له علاقه بمستقبلك. ازاي يعني؟ من خلال قرارك انت وابوك هعرف مدى اخلاصك ليا. لا، اذا كان على الاخلاص فبعد اللي سيادتك عملته معانا بقى فرض علينا. وبعدين ابوك كان له اصلا ايه في بلدكم عشان يعيش فيها؟ تلزمه بلد تانية ما تعرفش عنه حاجه، لما يخشها كبير ومحترم ويكبر فيها زي ما هو عاوز، محدش هيقول له اللي كنت وكنت. واكيد انت عايز والدك يبقى كبير وله قيمه. ده حقيقي حقيقي يا سياده اللواء، لكن سعادتك بقى تقترح انه يسافر فين؟ بلد كبيره يتوب الماضي بتاعه في زحمتها، يا بلد بعيده خالص. وكل ده عشان سلامتك ومصلحتك ومستقبلك. مرة واحدة كده
شكلك مش مبسوط. لا يا ابني ما فيش حاجة، أنا بس كنت بفكر في الكلام اللي سمعته منك. أنا طبعاً عارف يابا إن صعب عليك تسيب البلد دي، خصوصاً بعد ما بقالك فيها أرض وبيت ومقام. سعيد يا ابني، كل بني آدم على وش الدنيا جواه حاجة مستخبية دفنها جوا قلبه مصرر عليها، مش عايزة تسيبه زي روحه بالظبط. أنا عايز أقول لك على حاجة كانت مستخبية جوا مني. قول يابا، ده نبنك. الغيطان الواسعة اللي انت شايفها دي انا دوستها غيط غيط. كان نفسي يبقى عندي حتة ارض ولو تلات قراريط، ان شاء الله ازرعها وفجل وجرجير. كان نفسي ابقى فلاح ازرع واقلع وابقى زي بقية الخلق، بس انا كنت عارف ان ده مش هيحصل، لانه تمنها عمره ما كان بيتجمع في ايدي، وانا اجرتي باريزة وربع جنيه. انا كنت بشتغل في الارض مع الرجالة، وانا عارف انني غشيم وصحتي على قدي، بس انا كنت عايز الناس تشوفني وانا بشتغل في غيط بتاعي. لكن لقيت الحكايه مش هتنفع، اللي انا عايزه مش سهل يا سعيد. مش جلابيه وسخه اقلعها والبس غيرها. اللي هو مجد كلامه صح، راجل عالي وبيفهم. البلد دي مهما عملت هفضل زي ماني سطوحي كل شنكان. حتى الاجاريه اللي كانوا بيشتغلوا في الارض كانوا بيتمهزقوا بيا من شويه. يابا لازمته ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ كفايه انك راجل شريف، وشغلانتك دي كانت شغلانه شريفه. وبعدين تعال هنا قول لي، يفرق ايه حلاق الحمير عن حلاق البني ادمين؟ طب بالعكس، والله حلاق الحمير مرتاح من رزايه البني ادمين ورغيهم. ايوه كده اضحك. وبعدين انت ممكن تشتري ارض في اي حته تانيه وتعمل كل حاجه نفسك فيها كمان. لا يا سعيد يا ابني، الحكايه مش كده. الحكايه انا كنت عاوز يبقى لي قيمه في بلد عشت عمري كله فيها وانا ماليش قيمه. كنت عايز احس ان انا واحد زيهم. لكن اي بلد جديده هيبقوا زيها زي غيرها. طب قوم بينا. نروح فين يا ابني؟ انت محتاج تستريح. سيب الرجاله تخلص شغلها. ولا ما تخلصش. الحكايه خلاص خلصت بدري. امبارح اشتريت، النهارده هبيع. لكن انا عايز اقول لك على حاجه يا سعيد. قول يابا انا سامعك. اللي هو مجد اتحرص منه، اشتغل معاه بكل اخلاص، بس حرص من غدره، لان هو عايزك انت بالذات، لانه قادر يحطك في كفه ويطبق ايده زيه زي الناس المفتريه. الدم اللي جوه في عروقهم لازم يكون من دم ناس تانيه. اختار لابوك بلد تانية وناس تانية يا سعيد. هتروح معايا؟ بالسلامة انت يا. انا هقعد شوية وبعدين هرجع، محتاج اكون مع نفسي شوية. الرجالة دي اجرتها مدفوعة، اما الشمس تغيب يروحوا. البلد دي كانت عايزة خدام، خدام وبس. ليه كده يا مصطفى؟ طب قال لها كنت استنى لما تموت في دارك. طال فرشتك ابوك يا رب يا سعيد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. ربنا كاتب لي يموت كده، الله يرحمه. عاش عمره كله مع الحمير ومدفوع حمار. الضرب الاحمر انت فاهم بالهداوه، هو الضرب الاحمر طالع من الشقاوه.
هل الضرب الاحمر هل الفاهم بالهداوة ولا الضرب الاحمر دبار عني الشهاوة يا غزال الضرب الاحمر. خطوة عزيزة عطوفة نورت المغرب. تعال بقى معرفك على النعجة الرئيسة الكبيرة ها عشان كلها ألف الحمد لله على السلامة. هات الأمانة يا وقت. بعد إذنك يا رئيسة أنا كنت عايز بس أعرفك على عاطف بيه. عاطف بيه صاحبي وأخويا وحبيبي واد ابن بلد وهيعجبك قوي. ده تلميذ في كلية الآداب بسم الله ما شاء الله الله أكبر وصديق شخصي لأكبر كباتن كرة في مصر. باين من النضافة والريحة. الحمد لله على السلامة يا رئيسة. الله يسلمك يا قمر. ولا رجب أمور يا رئيسة عملت معاه الواجب ولا هتفضحني وتقصر رقبتي؟ لا يا رئيسة ما فيش الكلام ده. لا عملت معاه طبعا الواجب. الله هقول لك عاطف بيه ده أخويا مش غريب وبعدين نعمل معاه ألف واجب كمان. أستأذنك أنا دلوقتي بس. السلامة يلا عطوفي. تبقى ساكن هنا؟ شوية هنا وشوية هناك. هناك فين يعني؟ هناك دي بالنسبة لي عطوفة اللي هي أي حتة. البلد كلها بتاعته. من كراكون أدع اسم لحد الهيلتون. الهيلتون؟ السجن يعني؟ سجن إيه عطوفة كفالة الشر الله؟ الهيلتون يا جدع الهيلتون. الهيلتون اللي هو بحقه حقيقي. بتاع السياح والأجانب. بتاع الحمام الأبيض. إيه الحمام الأبيض ده؟ لا إله إلا الله. الإخوة الأشقاء. العرب. الجلابية البيضة والعقال والدشداشة كده يعني. طب وانت بقى بتبات في الهيلتون ازاي يعني؟ يا اخويا قدام الهيلتون ومع النيل وحياتي. انا اصلي جدتي ما بيلدش عليها هوا التكييف. كمان يا جيه. هات ياض. خد عطوفك. ايه ده؟ كاميرا؟ كاميرا. الله عشان تصورني بيها وانا في النادي. بس تاخدها بقى ليك انت بقى بعد كده لو عايز. بس بقول لك ايه يا عطوفه؟ انا عايزك النهارده بقى تغرق الدنيا كلها تصوير. بقول لك ايه يا ورا؟ مش هي دي البت اللي انت جبتها لي ولا ايوه هي بلاش فضايح. هي بتشتغل معاكوا هنا؟ ايوه. تصدق بقى لو انا كنت اعرف انك بتشتغل هنا كنت هتعمل ايه يعني؟ اللي كان موجود ولا كنت عايزني اجيب لك واحده من الاوبر؟ الله. طب تصدق بالله انا جايب لك انضف حاجه. كل ده يطلع منك يا بنت الايه؟ انت اول مره تشوفها بترقص؟ ايه؟ اول مره تشوفها بترقص؟ كانت مخبيه فين كل ده؟ طلع رجب شوف صورك مع اللعيبه وصورك مع كابتن جمال وصورك مع كل دول. ربنا يخليك ليه يا عطوفه. على الحرام من دين جميلك ده هشيله فوق شعري طول عمري حبيبي يا رجب. مين بقى اللعيبه شاور عليهم كده؟ مش عارف ما انت ما بتتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ كابتن طارق شعبان اهو قدامي. وادي كابتن هاني جنبه اهو هناك. ايوه وده بقى كابتن ايمن عسكر اللي ضربها بالهيد دي. ده حريف قوي. الله اكبر. اجدع نادي في مصر ياه. طبعا يا عم عاطف في ايه؟ طب بقول لك ايه يا عطوفه؟ والنبي بقى تصورني معاهم الله يخليك وكمل جميل. استنى بقى صورك معاهم بس بعد التمرين، كابتن جمال هيزعق لنا، استبرع على رزقك ياه. ماشي اللي تشوفه انت قادر، انت قادر. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك يا عطوفه ويديم العشره والمحبه حبيبي ياه. ايه 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 ايه
ده كابتن طارق ايه بيلبسه له كمية ولا ايه؟ الله 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 الله. ايه يا شباب؟ خلاص 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 تعالوا تعالى تعالى سيبوه تعالى ها في ايه يا كابتن داخل يا كابتن بص بيزق انت اللي داخل طب تخش تشوف في ايه يا عم انت مش يا عم انا مالي يا عم انا مالي بالتمرين كابتن جمال هو يتصرف تهمين ولا لا يلا اتفضلوا اتفضل ازيك يا عاطف اهلا ايه اللي معاك دي دي طياره حربيه لا والله عايزك يا طارق اللي حصل ده ما يتكررش يا كابتن انا بلعب ولا كلمه ولا كلمه اللي حصل ما يتكررش وخلاص اتفضل كابتن جمال كابتن جمال مساء الفل ممكن اخد منك كلمتين بس هم خمس دقايق ومش هعطلك بعدين يا حمدي بعدين طب هو ايه الخناقه اللي حصلت في الملعب دي يا كابتن حمدي مش وقته طب يا كابتن انت مش هتاخذ اي اجراء في الموضوع ده ما قلت لك بعدين يا حمدي بعدين بعدين كابتن جمال معلش يا كابتن صوره مع صديقي وعزيزي رجب الفرخ طب بس بسرعه يا عاطف ماشي يا كابتن ربنا يخليك لينا يا كابتن ازيك يا كابتن مصر يلا خش يا خش يلا يلا عطوف واحده صوره كمان اه معلش يا كابتن صوره كمان اصل بيحبك قوي والله بحبك قوي يا كابتن ايه ده خلاص يا عاطف خلاص 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 ربنا يخليك يا رب يا كابتن مصر ويديك الصحه يا رب ربنا يخليك يا عاطف شفت يا بقول لك ايه كمل جميلك بقى وحتى ابوك بقى وصورني مع بقيه اللعيبه هصورك مع كله بس استبر انت بس استنى انت تربيني يا رفيق تكت الاحتياطي وانت هات كبير على التربيه ولا ايه الله 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 انا هربيك يا اهلي اهلي يا اهلي والله يا ضارب مش هتهرب يا كابتن جمال والله العظيم احنا بنلعب الاشكال دي والله انا ربيك انت روح كده ماشي يا عم انا مش هدخلك يا ابن خدان والله دي هتبقى دكتورة وهتشوف هي ساعة واحدة بس ومش كفاية عليك قوي كده النهاردة الفل يا فل الحلو يلزمها فل حوالين رقبتها يبقى كأنه ألماس انت شايفة كده وانت مش شايف جامر دي بيضة وعينيها خضرة سامع يا معلم فرغلي راضيني والنبي راضيها والنبي يا معلم عشان خاطر خربها على الحلاوة ايه ده؟ ايه حلاوتك دي؟ يا لهوي ربنا يخليها لك مبسوطة مبسوطة ايه الكروانة هات انا اشتريتهم مني كلهم انت كنت فين يا بنت مدوخاني وراكي سبع دخان انا هو اركبي اركب روح فين ما ينفعش هتركبي يا بنت هو انا اخطفك يلا عايزاكي في مصلحة خش اطلع يا استفاوض على فين ان شاء الله ست كروانة على البيت عندي عايز اتكلم معاك كلمتين على رواق قلقانه ليه ربنا يهديكي وتخلصي المساله اللي انا عايزاكي فيها انا تحت امرك يا ست الهواني ست الهواني ايه قولي لي يا نعناع قولي لي يا كروانه اللي تشوفيه من الاخر كده عاوزاكي معايا بدل بهدله الشوارع وقله القيمه والشحطات اللي انت فيها شغاله يعني ما ينفعش في الشغلانه دي لا ارضى بيها ولا هي ترضى بيا حكم شغاله ايه وانا برضو هرضلك ان انت تشتغلي شغاله الشغاله هي اللي كانت واقفه جنبي دلوقتي اللي اتقبصت مش دي ايوه طب بس اللي كنت فاكراها من اهل البيت طبعا عندك حق لان كل اللي بيشتغلوا معايا قشرتهم بتبقى معدن وعالي العال امسكي انا عاوزاكي تشتغلي معايا في الافراح والحفلات شغلتك عينك عليا طول الوقت وتخلي بالك مني وتساعديني في الحاجات الخاصه بتاعتي اشمعنى انا يعني يا ست نانيا ما في غيري كتير من الاخر كده وشك حلو عليا واليوم اللي بشوفك فيه بصهل الاخر سهلله وخلي بالك هنغنغك وقشيتك معايا هتبقى معدن وهتبقي واحده من اهل البيت الا قولي لي انت ساكنه فين ها ساكنه ايه مش عارفه لا ساكنه اه فهمت ولا يهمك كل الدبر ان شاء الله تسكني معايا هنا 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 فين يا مدام هتقعد فين؟ هي الشقة ناقصة؟ الله يسامحك مش رد عليك عشان انت زي أمي الله يرحمها إيه 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 أمك؟ هو أنت اللي زيك ليه أم؟ أم سيد وبعدين؟
ورقي امي. على فكره هي تبان كده رزله بس والله العظيم ما في اطيب منها، دي معايا بقالها 20 سنه. ها وانت قلتي ايه؟ افكر ارد عليكي. ملوش لازمه التفكير. مفيش حاجه ملهاش لازمه يا ستشنعناع، لازم افكر وبعد ما افكر اقعد افكر تاني. لازم ادبر اموري واحسب حساباتي كويس. وهتردي عليا امتى؟ قريب ان شاء الله. مبسوطه؟ مش عايزه الف عليكي في الشوارع. مش هتلفي. طب قوليلي تعرفي توصلي البيت لوحدك؟ لا هجيب لك ورقه وقلم واكتب لك العنوان. ام سيد هاتي لي ورقه وقلم. جاهز ومفروش خلال اسبوع او 10 ايام بالكتير. المهندس اللي كلمت سعادتك عنه عمل معاهم شغل عالي قوي. انا شايفك مبسوط قوي من الولد ده. فعلا يا فندم، عملت له اختبارات كتير والنتائج كلها كانت ايجابيه. يعني ممكن يكون معاه ثقه؟ اكيد يا فندم. على اساس ايه الثقه الكبيره اللي عندك دي؟ الفلوس اللي كسبها هو ابوه الله يرحمه بقى تخليه كلب وافي بيحرس صاحبه ويسمع كلامه. متاكد؟ التجربه هي اللي اكدت. قلت له ابوك يهاجر بره البلد نفذ على طول. لكن إرادة ربنا كانت أسرع بقى. في طاقة أكتر من كده. ده غير إنه ذكي وطموح وما يقدرش يخوننا لأنه عارف إن أقدر أقطع رقبته في لحظة. وبعدين ولد أبوه كان بيوفر تمن باكل معسل عشان يعلمه. لازم يرضى بالنعم اللي هو فيها. وخصوصاً هتكون من واسع. هتكون بالملايين. خير يا سيادة الأمن. أخبار الشغل في مقر الشركة إيه؟ لا كل شيء تمام، المقاول تقريباً قرب يخلص تشطيب. تمام تمام. اسمعني كويس. لأن الموضوع اللي هنتكلم فيه ده شديد السرية وشديد الخطورة. عشان كده أنا اخترت نتكلم في مكان هنا. محدش يقدر يسمعنا أو يتصنت علينا ويسجلنا. أيوة فندم، بس ده مين اللي يقدر يتصنت على سعادتك؟ محدش كبير على أي حاجة تحصل له. كل واحد في البلد دي عليه عين. سواء كان صغير كبير. ايوه يا فندم، لكن سيادتك من اهم العيون اللي بتحرس البلد. ما ده سبب عشان يكون عليا الف عيب. في شغل كتير يا باشمهندس عمره ما ينجح الا بعدم الثقه حتى في اقرب الناس ليك واولهم ابوك وامك. احنا شغلنا كده. ممكن العين اللي عليك تبقى مراتك اللي نايمه جنبك كل ليله. ممكن هي اللي تكون زرعه كاميرا ولا كاس تصنف في قلب بيتك. وكل ما تكون مهم كل ما تكون مستهدف اكتر واكتر. للدرجه دي؟ ده على كده بقى حضرتك عاوزني في موضوع خطير يا معالي الباشا. طبعا. طب يا رب اقدر عليه. حاضر. عمليه كده زي عمليه الحمير. ايوه اللي ايوه اسمعني. انت يعني ما سالتنيش عن وعدي ليك بالوظيفه ولا حتى عاوز تفكرني؟ عشان يا فندم عارف ومتاكد ان حضرتك فاكر وان شاء الله هتنفذ الوعد. طب انسى حكايه الوظيفه. انت هتشتغل معايا شخصيا. يا فندم انا من ايدك دي لايدك دي، المهم اشتغل. اي وظيفه حكوميه حتى شركه بترول مرتبها هيكون قد ايه؟ عمليه الحمير اللي انت اشتركت فيها شفت كسبت منها كام؟ الحمد لله والشكر لله كتير. انا ناوي افتح شركه وليها انشطه متعدده، نشاطها الاساسي هيكون الاستيراد والتصدير. طيب على بركه الله يا سياده اللي شوف يا سعيد، انا هكون واضح معاك اكتر. انت عارف نصيبي حساس قد ايه؟ هو حساس وبس يا باشا. لكن في النهايه انا موظف، والموظف في يوم من الايام لازم وحتما هيخرج معاشه ويستغنى عنه. ويكبر كمان وكمان. برضه في النهايه لازم هيسيب الخدمه في يوم من الايام. انا فكرت اعمل الشركه دي علشان اليوم ده. عشان لما اسيب الخدمه والخدمه تسيبني ما ابقاش قاعد في البيت او يبقى لي كرسي وترابيزه في اي نادي. كده واضح؟ ربنا يعزك طول عمرك يا سياده اللواء. الشركه بالكامل انا هكتبها باسمك. وهتكون رئيس مجلس ادارتها. أنا؟ ليه لأ؟ أنا واثق فيك. يا فندم مش مسألة ثقة. قلقان من إيه؟ سيادة اللواء، أنت عايزني أشتغل لحساب حضرتك من البطن؟ أنا بحترم فيك ذكائك يا سعيد. وبعدين لما تشتغل لحسابي فيها إيه؟ ف...
فيهاش حاجه يا فندم، لكن لازم تعرف انك هتكون في امان تاني يا فندم. انا متاكد من ده. على العموم انا مش مستعجل موافقتك، انا هستنى منك تليفون وعاوز اسمع منك اه يا لا. ان شاء الله يا فندم، ربنا يهديني للصالح. الشيطان وجانب الشيطان ما رزقتنا. لو شاطر عامل زي قدمت ورقة ليه؟ طيب ماشي. عادي بالظبط يا فندم، حتى لو اتاخرت انا بقدر ظروف حضرتك. وانا جاي افتكرت مساله مهمه المفروض كنت اسالك عليها. تحب تشرب يا فندم؟ اه مظبوط. خير يا فندم؟ عندك جواز سفر؟ الحقيقه لا، لسه ما عملتش جواز. ازاي ما يكونش عندك جواز سفر؟ جواز السفر ده زيه زي البطاقه الشخصيه، لازم يكون مع الواحد. يا سياده اللي هو حضرتك عارف كل حاجه، الظروف ما كانتش تسمح، وبعدين ما كانش له ضروره. دلوقتي بقى له 20 ضروره. طبيعه العمل في الشركه فيها سفر كتير. من بكره ان شاء الله هعمل جواز سفر، وزي ما حضرتك عارف انا اللي عندي جيش ولا دياوله، وزي ما بسمع كده جواز السفر ده بيطلع في يومين بالكتير. ومحتاج تحضر الاوراق المطلوبه. تجهز في 24 ساعه فعلا. يا ريت، عشان عندي سفريه اسبانيا وعاوزك تكون معايا. هو حضرتك مسافر تبع الشغل؟ لا فسحه، وبالمره تحتفل بنجاحك ونعمل اجراءات الشركه هناك. طب ونعمل اجراءات الشركه في اسبانيا ليه يا فندم؟ من حقك تفهم كل حاجه. وواجبي ومصلحتي ان افهمك كل حاجه. الشركه الام هتكون موجوده في جزر الكيمن، عشان ما حدش يعرف هي ملك مين. والشركة اللي هتكون في مصر اللي انا قلت لك عليها اللي هي البحار السبعة هتكون مملوكة للشركة بتاعت جزر الكيمن. اللي محدش يقدر يعرف صاحبها مين. برافو عليك، انت هتكون عارف كل حاجة باعتبارك رئيس مجلس الإدارة والأمين على مصالحي ومصالحك في نفس الوقت. واضح؟ واضح جدا. وإذا ربنا أكرمنا ممكن نتوسع والشركة تبقى 2 و3 و4 وكل شركة تبقى ملكة للشركة اللي بعديها. لا اسمح لي بقى يا فندم، ده شغل هندسة. موافق. شكرا. طب حس كده بقى يا فندم، يبقى ناقص شويه توضيح. بخصوص؟ بخصوصي انا؟ باعتبارك رئيس مجلس الاداره؟ ايوه. يا ريت بقى حضرتك تفهمني ايه هي اختصاصات رئيس مجلس الاداره بالظبط؟ عدم المؤاخذه يا فندم، ده اول شغلانه ليا في حياتي. اقول لك. الشركه بقى فيها مذكرة وفلوس كتير. مش عايز واحد يسمع.
المره دي الضربه شديده قوي. وش معنى يعني المنطقه بتاعتي اللي نزلوا لي فيها ضابط جديد شدت حلو وعايز يثبت جداره؟ يا ريت على قد كده يا ريسه، ده ناشف ورزل والقتامه في طبعه ومسنون. وابوه لواء كبير في الوزاره ذات نفسها. اسم الله يا صبحي، ولما ابوه ضابط كبير في الوزاره ما ياخده معاه بيرموا علينا بلاهم ليه؟ يا ريسه المنطقه بتاعتك منطقه مهمه جدا، دي سره البلد، يعني فيها البنوك والمحلات والوزارات وحواليها اللوكندات والسفارات، وبصراحه كده شريف الحناوي جاي ينظف. وبعدين المنطقه بتاعتك فيها مقر الحزب الوطني، يعني الدوله كلها. وحتى لو جاي متسلط علينا طز مفيش في ايده حاجه يعملها، غايته ايه؟ هيودي العيال على النيابه والنيابه تاني يوم الصبح تفرج عنهم زي كل مره. لا يا ريسه، مش زي كل مره النيابه هتفرج عنهم. شريف الحناوي ما عندوش حاجه اسمها نيابه، ده ناوي يرجع كل واحد للبلد اللي جه منها، ده غير البهدله اللي ناوي يبهدلها لاولادك. الله، ده رأي يا صبحي، انت بتسخني على الحكومه ولا ايه يا راجل؟ ولا بسخنك ولا حاجه يا ريسه. خلص من الاخر، شايف الحل ايه؟ هو مفيش غير حل واحد. الحمد لله على السلامة فرخ. أقول لك يا رئيسة، الواد الظابط ده واد مفتري قوي. شفت يا رئيسة؟ بارك أخويا إنك عرفت تفلت منه. قول لي أنت شايف إيه من الآخر؟ تخلصوا منه. جرى إيه يا عم صبحي؟ أنت عايزني نقتل ظابط ولا إيه؟ أنا ما قلتش تقتل يا فرخ، ما تقولنيش أي كلام أنا ما قلتوش، أنا قلت تخلصوا منه. خلص يا صبحي، هات من الآخر. الله، إزاي؟ المسألة بسيطة خالص. لا بس يلزمنا محامي ابن حنت يفهم في الأوانطة ويعرف يخبط في الحلل ويكون فهلاوي كده، محامي اسم مش محامي اللي هما بيقفوا على السلالم. ما تشغلش بالك انت، موجود. يبقى اسمعوا مني الخطة، ولازم تعرفوا ان العملية فيها تضحية وفيها دم. تنفيذ الليلة في نبطشية الباشا. كله تمام يا رجب، وتعليماتك وصلت، وعلي النمسا هو اللي هينفذ، وكل زمايلي شهود. ربنا على كل ظالم ومفتري. تعليمات الباشا، المحاضر بتاعتكم كلها جاهزة، تلاتة تلاتة هتدخلوا، كل واحد يمضي على المحضر بتاعه من غير دوشة، وبعدين دي جراءات لابد منها، والنيابة حن عليكم من أبوك وأمكم. يلا يلا يا أخوة، يلا يلا يا حبيب، يلا. علي النمس مش كده؟ أيوة باشا، علي النمس. امضي. لا وكيل يا باشا، لا في القرايه ولا الكتابه. تمام. ابصم. ها؟ ابصم. مش عاوز. لا ما انا مش بعزم عليك. مش عايز تبصم ليه ان شاء الله؟ عشان ما يتقالش عليا جهل مؤاخذه. انت بتهزر يا روح امك؟ ليه كده يا باشا؟ ده الضرب الاصول، عنك انت. حاجة يا باشا، ده غلبان، هنضربه ليه؟ انت اللي ضربته واحنا شاهدين عليك. مين اللي ضربك يا علوة؟ حضرت الظابط شريف الحناوي، قالوا لي اللي واقف قدامكم دوت هو اللي فتح لي نافوخي. هتروح من ربنا فين؟ منك لله يا مفتاح. معلش يا علوة. فين النيابة؟ انت لماذا هذا كل العنف الدموي؟ أنت بريء حتى تثبت إدانتك. أين حقوق الإنسان؟ وإلى متى يستمر ضباط الشرطة في بطشهم وجورهم على القانون؟
هل هذه حالة مرضية يصعب الخلاص منها؟ أم هي غريزة أساسية؟ الدستور يحمي كل مواطن دون تمييز، والقانون يكفل لكل مواطن الحرية والرعاية والكرامة. عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر، وسيدنا علي بن أبي طالب قال لو كان الفقر رجلاً لقتلته، وأبو ذر الغفاري قال إذا ذهب الفقر إلى مكان قال له الكفر خذني معك. من طلب العلا سهر الليالي. الصلاة على النبي، هي دي المذاكرة اللي على أصولها يا عم عاطف. شكلك كده جاي مونون، بس دي مش مذاكرة يا رجب، ده موضوع صحفي شغل. صحفي؟ انت عايز تبقى صحفي ولا يا عاطف؟ بصراحه دخلت الموضوع ده عشان واحده بت. الله اكبر، احب كازينو الشجره. احكي لي بقى يا عم روميو. فجاه اخوك طب بنت، انما ايه، بتتمرن في جرنان السهم. حلوه حلوه، بس الاهم ان المفهوميه عاليه ومخها كبير، الروح الحلوه ساكنه جواها. الله عليك يا محرم يا فؤاد. كده انت على اول الطريق يا صاحبي، بس خد بالك مشوارك لسه طويل. المهم يكون قلبها خالي، يعني بالبلدي ما فيهوش اي حد. حاكم سكن القلوب عاطف زي سكن البيوت بالظبط. السكن الاولاني لما بيسيب دايما بيسيب خرابه. يا ده انا بقول لك عشان تفتح مش تقفل. ما انا بقول لك اهو يا ريس. الله، في ايه يعني غشك وانت صاحبي؟ اسمعني بقى شويه زي ما انا سمعتك. سامعك. هو اي حد بيتجوز لازم يبقى معاه بطاقه مش كده؟ عند المأذون في الجواز الرسمي. اه طبعا، مش انت بس، انت والعروسه والاثنين شهود كمان. وانت طبعا معاك بطاقه. في يا راجل؟ ايه الموضوع؟ عايز اتنين صحاب قريبين مني يشهدوا على جوازي. عن نعجه؟ طب وانا مالي؟ اشمعنى انا يعني؟ ما في مليون واحد معاه بطاقه. مليون واحد ايه يا عاطف؟ انا مش عايز سر يطلع بره. سر ايه اللي انت خايف منه يا رجب يا فرخ؟ مش عايز حد يعرف انا مين. البني ادم اللي بيكلمك دلوقتي يا عاطف مش هو البني ادم اللي موجود في البطاقه. عادل حسان سليم المهدي؟ امال مين رجب الفرخ؟ ده اسم الشوارع. المهنة طالب. كنت في يوم من الأيام كنت طالب. تصدق باللي أنا كنت محتار فيك، مع إنك بلطجي صرف شكل وهيئة، بس دايما كان كلامك غير. إيه اللي رماك على المر يا فرخ؟ على الإقامة اسكندرية. هربان من إيه؟ من كل الناس اللي أعرفهم ويعرفوني. أنا اللي أعرفه عم عاطف إن لما بني آدم يرتكب ذنب يفضل عايش بقية حياته متعذب ومتكهرب ومتكوي بالنار، لكن لو حد ارتكب ذنب وإنت اللي حاسبت عليه ده هيبقى اسمه إيه؟ ظلم، مش كده؟ اللي أعرفه إن العدل إن الإنسان يتحاسب على أخطائه مش أخطاء غيره، وإذا كان غيره ده مش موجود يبقى الفعل مجهول. في حالتي أنا بقى عم عاطف كان الفاعل معلوم ومفضوح وسيرته على كل لسان والناس كلها عارفة. وانت معرفتش ليه يا رجل؟ عيل صغير عنده سنة وكام شهر عم عاطف هيعرف ايه بس؟ شكلي كده فهمت. أمك ولا أبوك؟ الاثنين. تخيل، هي خانت وهو قتل، وبعد ما دخل السجن وخد حكم مات، وانا عشت مع براءة الطفولة. يا نهار اسود، ده فيلم هندي.
بالظبط بالظبط يا عم عاطف، الله ينور عليك. فيلم هندي، بس في الافلام الهنديه ساعات بتبقى القسوه فيها شويه رحمه، انما القسوه اللي كانت معايا ما كانش فيها اي نوع من انواع الرحمه، كانت شريره قوي. امك بنت ليل وابوك قاتل، وانا اللي كنت فاكر نفسي عايش مع اهلي، ابويا وامي واخواتي. انت كنت عايش مع مين؟ عيلة محترمة ومبسوطة، الراجل كان محامي كبير الله يرحمه، عطف عليا وكان بني ادم طيب معايا، فهمني انه خالي وان امي وابويا ماتوا في حادثة، خدني معاه البيت وعايشني مع عياله، وكبرنا وبقينا احنا كلنا اخوات في بعض. وبعد ما الراجل ده مات بيوم واحد يا عاطف، عرفت اللي عمري ما كنت هعرف، ولاد الراجل الطيب ده كانوا ممكن يصرفوني بالمعروف، انت مش مننا، انت حكايتك خلصت، الراجل اللي كان معيشك وسطينا مات، اي حاجة. وعشان يبرروا اللي عملوه نشروا الفضيحة اللي عمري ما كنت هعرفها. عارف لما تبقى ماشي في الشارع وتتدلق على دماغك صفيحة بويا؟ انا كنت كده بالظبط، فكان لازم اهرب، كان لازم. تعرف ان انا فكرت ارمي نفسي في البحر وافضل اعوم 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 لحد ما اتعب والموج ياخدني في حضنه واغرق وارتاح، بس خفت وما قدرتش اعمل الحكايه دي، ففضلت في الشارع وارتحت لعيشته وتعودت عليه، عيشه زي الفل. انت مالك نفسك؟ بس يا رجب، بس وهي الدنيا ايه غير لقمه وهدمه ونومه وحريه، واللي انت عايش معاهم مفيش حد منهم يقول لك امك وابوك ولا حتى هيفكر يسالك، معاك زي ما معاكش، تبقى صح مره تبقى غلط مره، تضرب تضرب، تجوع تشبع، تطلع وتنزل، تعيش بحريه وسط الهم عشان يبعد عنك، ياخد عليك وتاخد عليه. اللي يشوف الدنيا دي ويدور فيها هيشوف حاجات اصعب من كده بكتير. عارف يا رجب، هو انت قلت اسمك الحقيقي؟ عادل حسان، بس انا نسيت الاسم ده خلاص. وتنسى ليه؟ مش يمكن ترجع له؟ محدش عارف الدنيا ماشيه ازاي. ماشيه ماشي بطال زي المرحومه، ده اذا كانت تجوز عليها الرحمه بقى. تبقى تنسى اسمك وتفتكر المرحومه؟ طب ما افتكرتش ابوك ليه؟ فكرك مساله ابويا دي تهمني؟ اطلع ابن ابويا، اطلع ابن عشيق امي، ان شاء الله حتى اطلع ابن بتاع اللبن، مش هتفرق معايا. انا عارف ايه اللي بيفرق معايا، ان انت موجود في الدنيا. نفسي العب بيها يا اخي وبطلها تلعب بيا بقى. مش انت لوحدك يا رجل، أنا كمان عايز ألعب بالدنيا، بس الدنيا دي عاملة زي أمنا الغولة، اللعبة معاها خطر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
ما قلتليش. يعني العروس عارفه بالكلام ده؟ لا طبعا. طب وانت ناوي تقول لها؟ مش هتفرق معاها، ما هي برضه لازم اكيد هيكون عندها حدوته وحكايه. دي النعجه يا عاطف. انت عارف انا اتجوزت النعجه دي ليه؟ ليه؟ عشان دي اول لعبه ليا مع الدنيا. تعرف مع حسن الحلو؟ اه بتاعت سيرك الحلو اللي بتلعب مع الاسد. اهي الدنيا دي هي الاسد واحنا محاسن. قالوا لي قبل كده انها لو خافت من الاسد هياكلها، ولو الاسد خاف منها هيعمل ارنب. طب انت ما تعرفش حكايه ابوك ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ واعرف ليه؟ مش هتفرق. يطلع ملك، يطلع رئيس جمهوريه، ان شاء الله حتى يطلع على الشلال في محطه الرمل. هو اللي اسمه بيجي بعد اسمي في البطاقه. ربنا معاك يا حبيبتي ويسعدك كده ويصلح حالك. وتزعلك ابي روح اشتكيها عند سيدنا النبي. يا ام عاطف ان شاء الله ربنا هيهدي سرهم وهم في البلاد المباركه. يا رب يا رب ابقي خلي بالك من بطنك. تعالى سلم على اختك يا عاطف. وحشني قوي يا عاطف. انت كمان يا حبيبتي. انا مش عارفه من غيرك هعمل ايه. مالي يا نوار؟ ده وقت تضعفي قدام جوزك في الغربه. لو نطحك نطحيه، خليكي ند ليه. هو اللي يخاف منك مش انت اللي تخافي منه. يا ابن الله يسترك، اذا كان كل كلامك بالطريقه دي يبقى بلاش منه احسن. هو ايه اللي بلاش منه يابا؟ ما هو لازم يوعيه. الله يهديك يا بنتي. تحب اجي معاكي المطار؟ لا يا حبيبي كتر خيرك، ما تتعبش نفسك. بصراحة مش طايق ابص في وشه. لو ضايقك ابعتيلي. وصل. قابلوه انتوا. مع السلامة. السلام عليكم. انا احفظك ويصوني. رجعنا بالسلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. Thank you.
يا نهار ابيض، بيروت؟ ايوه بيروت. ايوه بس الاحوال هناك مش مظبوطه خالص يا مجدي بيه، ده الضرب في كل حته. هتكون في امان، امان جدا. طب افهم السفريه الخطره دي عشان ايه؟ الشركه ليها فلوس هناك، انت هتستلمها تمن البضاعه اللي سافرت لهم. هي الصفقه اللي الشركه عملتها دي كانت لحساب ناس في لبنان؟ هي الناس بتحتاج سلاح ليه؟ عشان الحرب. ولسه الحرب في لبنان شغال؟ ايوه يا فندم، بس دول بيحاربوا بعض. الحرب في كل مكان عباره عن وحش اعمى. عشان كده نص شحنه اللحوم وصلت مصر ونص التاني جزيره مالطا. النص بتاع مالطا هو اللي فيه شحنه السلاح. بس انا على كده في حاجات كتير ما كنتش عارفها يا مجدي بيه. اولا العمليات اللي زي دي كل طرف بيحافظ على سريه الجزء اللي بيخصه، والمعلومه لازم تكون في وقتها. والمسائل زي دي مش عايزه اسئله كتير من اي حد. طبعا يا فندم. وصل الضيف معلم. تفضل. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. شو أخبار مصر؟ مصر على العال الحمد لله. والباشا الكبير شو أخباره؟ طمني. لا طمن الباشا بخير وفي أحسن ما يكون. يا ريت بقى حضرتك تطمنا على البضاعة. وصلت. كل شيء تمام وصارت عند الشباب. طب الحمد لله. إحنا دايماً عند كلمتنا. ونحن كمان عند كلمتنا. طبعا يا سيد عز النهار طبعا. بس هالمره ظروفنا استثنائيه ورح نتاخر شوي بالدفع. يعني هتتاخروا قد ايه بالظبط؟ على كل حال الباشا الكبير معه خبر الظروف واكيد رح بقدرها. طبعا اكيد. بس بصراحه كده يا سيد عز النهار، احنا كنا محتاجين المصاري دي ضروري قوي عشان نسدد ثمن البضاعه. يعني اذا هالقد مستعجل بفهمك. أنا أكيد ما بحب أخر لك شغلك، رح أعطيك بضاعة تيسر فيها أمورك. هو حضرتك تقصد يعني هتدينا بضاعة مقابل السلاح اللي وصل لكم؟ صح. أنتوا شركة كبيرة ومعروفة. إذا كان كده مفيش مانع، بس أهم حاجة يعني البضاعة دي يبقى لها سوق في مصر. نخب أول بمصر وبكل أنحاء العالم. لا ده أنت شوقتني بقى أعرف نوع البضاعة. حشيش. انتبه، الحشيش اللبناني معروف انه من افخر الانواع بالعالم. ايوه يا سيد عز النهار، بس الشركه بتاعتنا يعني ما بتشتغلش في النوع ده من النشاط. اصبح ما في قدامك الا انك تنطر. يوم اثنين، جمعه اثنين، ما بعرف. انا لو محلك باخذ البضاعه وبتصرف فيها على حسابي. ولا من شاف ولا من در. لا مؤاخذه بقى، المسألة لسه صعبة شوية. صعبة بتصعب أو أنا بتقول. أيوة أصل أنا ما عنديش خبرة. هي زبدة. هي دباعة وهي دباعة. بتبيعها بتسدد ثمن الصفقة والصافي مبروك عليك. ايوه هنا يا اسطى، استناني شويه. ازيك؟ ايه مش عارفني؟ وانا توه عنك برضو. مهما الدنيا غيرتك ومهما عملتي في نفسك، ايه اللي جابك؟ مش انا قلت لك لما احب اشوفك هتلاقيني قصادك؟ طب والتاكسي ده معاكي؟ امال ايه؟ عزومه ايه؟ ما انا عشان ارجع بيه، عندي عزومه. طب ماشي. لا مش هينفع، انا بقول لك عندي عزومه لازم ارجع. يا بنت التكاسي ماليه الحاره رايحه جايه، نجيب واحد تاني. طيب ماشي. خد يا اسطى، معلش مش عايزه اعطلك. مع السلامه. ماشي.
ما تشهر، جهزت الطلب؟ عزومة تاني؟ عزومة كباب عاملاها لزملاتي في السكن. بالمناسبة باركلي، مش أنا بقيت أعرف أقرأ وأكتب؟ إيه؟ ده أنا خدت 6.5/10 في الإملة. تصدقي بقى أنتي تستاهلي 10/10. مالك؟ مالك إيه يا بنت؟ أنتي اللي مالك. مالك في إيه؟ مفيش حاجة. إيه عطف الشارع بيجري؟ الله؟ معلولة، تعالي ورايا. انت جيتي في الوقت اللي انا عاوزك فيه. طب ما انا كمان. عاوزك في مالك؟ انت كنتش كده مالك؟ استني بس شويه. عايزه ارجع زي ما هي. استني ارجع زي ما هي. عايزه ارجع زي ما هي. عاوزك يا عاوزك كده كده يا عجز يا سلام. تعال خد يا كلب يا وسخ. كده جبت آخر ما عندك يا أنجس خلق الله يا وسخ يا نجس. خلاص يابا، ملوش لازمة اللي انت بتعمله ده. اللي حصل حصل وخلاص. خلصت روحك يا كلب يا نجس، حرام عليك. ده بطرح أكل عيش ينجسه بوساختك يا كلب. كفاية ضرب بقى، غور من وشي، مش عاوز أشوفك في أي حتة. والبيت لو شفتك فيه انا هذبحك يا نجس. واحد الله حاج ربيع، انا كده بوحد الله. غور من وش يا كلب. حصل ايه عاطف بينك وبين ابوك؟ ما حصلش حاجه، هو بيحب يتخانق كده ويزعق على الفاضيه والمليانه. من الساعه دي لا انت ابني ولا عاوز اعرفك. انت عملت ايه بس يا ابني عشان ابوك يغضب عليك بالشكل ده؟ ما عملتش حاجه يا حاج ابو احمد. انا سبت العربيه ورحت الخرابه تصير. بتكذب وانت مفضوح فضيحه القطط يا نجس. فضيحه القطط كده بانت يا رجاله. كان معاه ست ولا راجل في الخراب عم ربيع. هي ناقصاك يا ابن الهطله انت كمان. عاجبك كده جبت العار لاهلك وشلت الذل وحطيته فوق دماغ اخواتك البنات يا كلب يا وسخ. اللي يحبني يقول البيه في حياتك في ابنك عاطف يا ربيع. البيه في حياتك في ابنك عاطف. اخص عليك، امال لو ما كنتش متعلم. وبعدين الدق الوحش ده ماسكك من امتى؟ دق يا ابن البهيمه، ابويا ظبطني مع مره. ومين المره دي بقى يا ابو العواطف؟ وانت مال اهلك علشان نسالها؟ لا انت تروح تسال امك. يا لا انت ليه يعني؟ ليه قله الادب دي؟ تصدق ان انت ما تربيتش؟ بس 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 يا اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقه عائليه. خناقة عائلية تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مراية؟ شكلك طالع من صندوق زبالة. لا أصل الخناقة كانت شديدة شوية. مع أبوك ولا مع أمك ولا مع كله؟ مع أبويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ معرفتش تمنعه؟ الخناقة كانت في الشارع عند العربية؟ أيوة. وإيه المصيبة اللي عملتها عشان أبوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عامله سودة. خلاص بقى، اللي حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبه لي. هي مساله عبيطه وهايفه، بس بالنسبه للوالد والوالده غلطه كبيره قوي. ايه، سرقت اهلك؟ لا، ابويا ظبطني مع واحده في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42.
انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ افندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34 وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العماره، تقول له انا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. مساء الخير. مساء النور. سعيد بالقصاص موجود؟ موجود يا فندم. اقول له مين؟ عرفه. عرفه ايه؟ لا قولي له عرفه، هو عارفه. طب هو عنده مقابله، واول ما يخلص هبلغه على طول. اوكي، انا مش مستعجل. الامانه بالكامل يا سعيد بيه، بس انا شايف ان الشنطه كبيره وشكلها كده مليان للاخر. اه ما هو اصل في اوراق صغيره واوراق كبيره، احنا اصلنا بنلم اللي في السوق، الموجود بناخده، كبير بقى صغير مش مهم. يا سيدي لم زي ما انت عاوز، بس تبقى حوسه لو الكميه كلها من فئه الخمسه. اصغر حاجه في الشنطه 20، وبعدين دلوقتي البنوك بتقبل الدولار الواحد. خلاص يا سعيد بيه، بقى في مكان بيعد الفلوس دلوقتي. طب البنوك وعندها مكان للعد، انا بقى ما عنديش. احنا ما فيش حد يعد بعدينا يا سعيد بيه، احنا سمعتنا عندنا اهم من اي فلوس في الدنيا مهما كانت كتير. تمام. اوعكم فاكرني لا سمح الله سيء الظن، وبتاكد ان جوه الشنطه دي فلوس مش حاجه تانية. كل الحكايه اللي انا بحب اتفرج على شكل الفلوس بس. بعد اذنك يا ريسه، بعد اذنك، يعني انا مش موافقك على اللي انت عملتيه ده. عارفه انك مش موافقني، وعارفه انك صح، لكن ما فيهاش لكن يا ريسه، ما فيهاش لكن. الله، صحافه، احنا قد بتوع الصحافه، ناقصين ان احنا نعمل اعلان عن نفسينا في التلفزيون زي الزيت والسمنه والسكر، الدنيا هتهيج علينا، واحنا اصلا في بيننا وبين الحكومه معاهده واتفاقيه وانت عارفه. يا ولا يا رجب افهم. افهم ايه بس يا ريسه؟ افهم ايه؟ اوه، حاجه انا حابه اعملها يا اخي، وهعملها وهرتاح لما اعملها. ليك شوف حاجه يا ست الستات، ربنا عرفوه بالعقل، تمام؟ كل حاجه في الدنيا وليها ثمن. احنا ايه اللي هنستفاده لما نشتغل مرشدين لبنت صحفيه وبنرشد عن نفسينا؟ ما تهدى عليا شويه يا اخويا وتبلع ريقك. ارتحت للبنت، حبيتها، دخلت قلبي، وبصراحه ما قدرتش اقول لها لا في حاجه هتنفعها. في حاجه يا سراجب؟ ماشي يا ريسه، ماشي براحتك. انت عارفه ان انت اي حاجه تريحك انا وافق عليها من غير اي كلام. مش مهم. يكون في علمك مبسوطه اللي بعتها. هي البنت اللي قالت لك؟ وانا لازم حد يقول لي انا حسيت. هي مبسوطه اللي دلتها على طريقي. يلا ربنا يسهل لهم كلهم ويسهل لها. طب يا ريسه معلش، يعني البنت الصحفيه ديت عايزانا نساعدها ازاي بالظبط؟ الحمايه يا زكاوي، خدها لأمن اشاره مرور عندنا، خليها تعمل شغلها بس من غير تصوير، ولو عايزه تتصور تتصور بعيد عن شغلنا. الحكومه تاخد بالها وتسخن علينا، خليهم يسخنوا بعيد عن قفانا يا اخوي. عارفه يا ست اصيله، الواحد دايما بيحتار فيكي، انت عجينه غريبه، فيكي قسوه وفيكي حنيه، فيكي طيبه وفيكي شر، فيك حزن وفرح. حاجة واحدة بس اللي مش عارف أقفشها، أنت ست عندك مفهومية ولا المسائل ماشية معاكي بالبركة؟ واعية للي أنت بتعمليه ولا بختك يا أبو بخيت ولا إيه أنت؟ أنا مبسوطة إني مجننك كده. بقولك يا ولا رجب،
اوعى تقل ادبك مع البنت الصحفيه دي، بنت ناس. دي بسكوت. حاشا لله، اعوذ بالله من غضب الله يا رئيسه. الله، هو احنا قد حريم الصحافه؟ وبعدين انا راجل متجوز وعيني مليانه. وحياه امك. طمنيني عليكي، هي ماشي الحل؟ ماشي الحل يا ستي اهو. ايه ده؟ مغامرة زي دي لازم تتصور عشان تعرف انها مش بتأخر عليكي. رائعة، خدت اذن من ابله سلوى قبل ما تصورها؟ ايه ده، مبسوطة؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ هو انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ يا عطوفة اطلع يا اسطى، اطلع اطلع يا اسطى. سلوى، سلوى مالك يا سلوى، في ايه؟ انت تعرف مبسوطة من ايه يا عاطف؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بقول لك ايه، انا مش فاهم حاجة، بس متأكد ان في كهربا حاصلة. النبي الله يخليك بقى، فهمني ايه العبارة بالظبط؟ ابو سلوى، ابو سلوى، سيبي سلوى في حالها وخليكي في حالك، انا تعبانه وعايزه استريح. طب انا عايزه اعرف ايه اللي حصل النهارده، عايزه اطمن عليكي. يعني مش عارفه حصل ايه؟ تعرفي عاطف منين؟ انا معرفش ان انت تعرفيه. زميلي ومعايا في نفس الشغلانه، طبيعي ان انا ابقى عارفاه، انما الدور والباقي عليك انتي. انت تعرفيه منين وايه علاقتك بيه؟ قولي. هقول لك بس بشرط. انت كمان هتشرطي عليا؟ انت فاكره نفسك مين؟ معلومات محفوظه قبل سلوى، انا شرطي انك تصدقيني. ماشي، يبقى ادلقي اللي عندك كله. يلا. هو الهام، انا معرفش اللي ما بينك وما بين الزفت اللي اسمه عاطف ده، ولا عايزه اعرفه. انا معرفش ان انتوا تعرفوا بعض من اساسه، لكن انا اعرفه من قبل ما هو يعرفك. ايوه، تعرفيه ازاي؟ انا اول بخته. كان متجوزك؟ لا، اول بخته من غير جواز. صاحبه راجب الفرخه قدمني ليه هديه. مش فاهمه. من ايام ما كنت في المخزن انا ما كنتش اياميها عارفه انا بعمل ايه ولا بهبب ايه، بس الحمد لله زي ما قلت لك انا تبت. تبتي؟ توبه نصوحه، لكن يعني عشان الكذب خيبه، كل ما احب ابسط نفسي اروح له، لكن لا هو بيحبني ولا انا بحبه، بياخد اللي عايزه مني وباخد اللي انا عايزاه منه، واشوفك تاني امتى حسب الظروف. بس ادي كل الموضوع، وغير كده مفيش. ايه ده؟ انت جايبه لنا اكل؟ طب تصدقي ان انا هموت من الجوع؟ هو حصل ايه بس يا ابله سلوى؟ ما حصلش حاجه ولا اي حاجه، انا بس اكتشفت ان انا كنت غبيه وفقت، والحمد لله اني فقت وفهمت. تصدقي انا لو معايا سجاره دلوقتي كنت شربتها؟ المهندس بتاعك شغال حسابه الشخصي وبيعمل شغل من وراه. ده لا اقتله. انت عارف شغال حسابه الشخصي فيها سياده اللواء؟ اعرف من معاليك. في المخدرات، في الحشيش. المعلومات دي موثوق منها يا فندم؟ جاري يا مجدي، مش تفكر في الكلام قبل ما تقوله؟ انت عارف كويس ان المعلومات اللي عندي عمرها ما كانت محل للشك، وكان لازم تفهم الاول. تم صفقه السلاح الاخيره اللي جت فجاه، الباشمهندس بتاعك عمل صفقه لحسابه، جاب بدل الفلوس مخدرات وباعها لحسابه وسدد ثمن الصفقه للشركه.
ان شاء الله كل حاجه تبقى تحت السيطره يا فندم. مش عايز اسمع كلمه تحت السيطره تاني. انت ناسي ان اسمك بجميع الاوراق في الشركه بره؟ سعادتك عارف ان ممكن اخلص من المصيبه دي في اسرع وقت ممكن ومن غير اي اثار جانبيه. هنشوف يا مجدي. ازيك يا سمسمه؟ ايه مش فاكراني؟ لا مش فاكره. ما انت عارف بيمر عليا كتير. هو انا عقلي دفتر؟ عندك حق. انا كمان غبتي طولت حبتين. حسوبك يا ابو قرن. افتكرتيني يا سمسمه. اه كفاره يا ابو قرن. احمد ربنا ان الراجل ما ماتش. ايه لسه سيره رجب الفرخ بتجننك؟ الله يكسفك يا بعيده. وليا زي الحدايه صحيح. طيرتي مفعول الحقنه قبل ما يجري بجدتي. تعال اقفل الباب. انا مش قلت لك اول مره هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذه. دي واحده من شققي اللي باجرهم مفروش. تعال. ايه ايه مالك؟ ماليش انا كويس. طب اطفي النور وتعال. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة. فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها. فتح تاني واحدة برضه لقاها مدودة راح رميها. وبعدين راح طفي الشمعة وجري التالتة. يا ابن المعفنة بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة. وأنا طول أكل تفاح أصلاً. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جحا. هات يا نوار. بسم الله ما شاء الله وبسم الله. الحمد لله بسلامته طالع شبهنا شوية. في ملامح من عطة يا ماما. الحمد لله على السلامة يا نوار. الله يسلمك يا حبيبتي. هو أنت لبسة كده ليه؟ التزمت. ايه؟ التزمت ازاي يعني؟ لا في ايه تغرير؟ حبكت يعني الاسئله السخيفه دي دلوقتي؟ اهلا يا نوار. اهلا يا ماما. هو انت يا بنتي لو كشفتي وشك قصاد امك يبقى حرام؟ لا يا ماما مش حرام بس مش على المقلق كده. عندك حق. امال فين عاطف؟ ما جاش معاكوا ليه؟ ده وحشني مره 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 مره. يا اختي كويس انه ما جاش، كان هيشوفك ازاي؟ عم ربيع انا عايز اعرفك الشيخ عتبه الغمدي. عتبه؟ بسم الله ما شاء الله من كبار كبار التجار في المملكه ولو فروع في جميع انحاء المملكه، يعني نجران، مكه، المدينه المنوره، الدمام. بسم الله ما شاء الله. اهلا انا سعاده الشيخ. دي اول مره ازور مصر يا سعاده الشيخ. لا والله زرت مصر كثير. منورين مصر يا معالي الشيخ. تاكس، ليموزين. نبغى ليموزين ولا اقول لك 2 ليموزين؟ لا خليهم 3 ليموزين. ورايحين بقى على فين ان شاء الله؟ قلت رمسيس. دقيقة واحدة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قلتم ايه يا نوار؟ يا بنتي احنا عاملين حسابنا وراتبنا كل حاجة، بيت ابوكي واسع وبراح زي ما انت عارفة. اصل يا ماما الضيف اللي جاي مع الشيخ معتمد ده عايزنا نفضل جنبه الفترة اللي هيقضيها في مصر، ولغاية كمان ان شاء الله كده لما يخلص المهمة اللي جاية عشانها. وعنده شغل يعني؟ يعني ما تقدريش تقولي عليه شغل، مصالح مهمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوه مالك بس يا ماما؟ يا بنتي أنا نفسي أبوسك، نفسي شفايفي تلمس وشك. يا حبيبتي دلوقتي نروح الفندق وتبوسيني وأبوسك زي ما أنت عايزة بالظبط. يلا يلا بينا. فندق؟ وإحنا إيه اللي يودينا الفندق؟
احنا خلاص شفناك وطمنا على سلامتكم. الليموزونات جاهزه يا سعاده الباشا. يلا بقى يا حاجه سميحه، السيارات جت. لا احنا زي ما جينا زي ما هنرجع، مش كده يا ابو عاطف؟ تمام يا معاطف. العب العب سيداتي انساتي، مع اني عارف ان مفيش هنا انسات، بس يلا انا هعديها. سيداتي انساتي سادتي، كما عودكم ملها كيروستار على كل ما هو جديد، كل ما هو مبدع، كل ما هو مفرفش. لاول مره الليله هنقدم فتاه استعراض جديده ومع الراقصه فرحه. اللي تعبنا سنين في هواك، عامل نفسه ما يعرفناك، بعد العمر ده كله معاك، فاتنا وراجع على جاش. اللي تعبنا سنين في هواك، عامل نفسه ما يعرفناك، بعد العمر ده كله معاك، فاتنا وراجع على جاش. وهو دلوقتي لما بقابله، وهو دلوقتي لما بقابله، عيني في عين وما نزلهاش، حتى الزايق السكرة ما بيقولاش. اللي بحبه ضيع قلبي ورحت بلاش، حتى الزايق السكرة ما بيقولاش. اللي بحبه ضيع قلبي ورحت بلاش، ضيع قلبي ورحت بلاش. البت ولعت الصالة، شاف حضرتك دي هايلة، من بكرة كلها صورة على وجه المحل. خير يا نوار. خير ان شاء الله. انتوا فاكرين لما بعتلكوا في الجواب وقلتلكوا ان انا جاية ومعايا مفاجأة؟ والله يا بنت احنا شفنا مفاجآت كتير من ساعة ما وصلتوا. لا دي مفاجأة كبيرة قوي قوي قوي، وحنفرح لها كلنا. عريس لتغريد، انما عريس ايه؟ ولا حد في الدنيا يلاقي زيه في الاحلام. عريس اختك ربنا بعت لها عدالها واتقالت فتحتها خلاص. ايه؟ من غير ما تعرفوني؟ هو احنا كنا نعرف عنك حاجة أصلا عشان تعرفي أحوالنا ولا إيه اللي بيجري علينا؟ وبعدين أنت مين اللي قالك إن أنا بايرة عشان تدوري لي على عريس؟ يلا يا ماما يلا يابا. المفاجأة قال يا ما جاب الغراب لأمه. يا أختي بدل الحمقى اللي أنت فيها دي والهلفطة في الكلام، أعرفي الأول هو مين العريس عشان بس تعرفي إن أختك قصدها سعدك وهناكي. أنا مش عايز أعرف. أنا خلاص رديت بإسمتي ونصيبي. كتر خيرك يا نوارة. بصي يا نوارة، ربنا يوفقك يا اختي انت وجوزك، واحنا نتمنى لكم الخير اكتر من نتمنى لنفسنا. بس يا حبيبتي احنا لينا بيتنا اللي انت تربيتي فيه، لما تعوزينا هتلاقينا موجودين هناك. يلا يا ربيع يلا. نوارة. نعم يابا. العريس اللي انت جاباه لاختك مش هو برضو معالي الشيخ اللي قاعد مع جوزك تحت؟ وعرفت ازاي يابا؟ أول ما بدلت مطرحك ونقلت مطرح أختك عرفتك إنك بتصدريها في وش حضرته علشان يشوفها. اخص عليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الوالد موجود؟ موجود. بابا في ضابط عايزك. ايه يا تغريب؟ مين؟ ادخلي. خير يا حضرة الظابط؟ انت مش عارفني ولا ايه يا عم ربيع؟ انا النقيب علاء. ابن صاحب البيت. اهلا.
اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا. بسم الله ما شاء الله انت كبرت وبقيت ظابط قد الدنيا اهو. اتفضل. شكرا. اتفضل. شكرا. يا اهلا وسهلا. اتفضلوا. شكرا. اتفضلوا. شاي ولا قهوه؟ عندنا بن محوي كويس قوي. شكرا يا عم ربيع. لا شاي ولا قهوه. طيب حلو، حاجه حلوه. ملوش لزوم. اتفضل. ده احنا الحلو بتاعنا غير اي حلو في السوق. انا عارف طبعا يا عم ربيع، الوالد والوالده بيشكروا في الكنافه والبسبوسه بتاعتكم. انتوا بتبعتوا مع الايجار صينيه مش كده؟ دي حاجه بسيطه يا ابني، وربنا يديم المحبه والمعروف. المحبه والمعروف موجودين من غير كنافه وبسبوسه يا عم ربيع، يستحسن بلاش. وبلاش ليه يا ابني؟ شوف يا عم ربيع، انا طبعا جاي لك من طرف الوالد علشان اتفاهم معاك في موضوع، وسامحني ان انا جاي لك لابس رسمي علشان عندي شغل بعد كده. يا ابني انت تيجي باي لبس، اهلا وسهلا بيك، خير ان شاء الله. انت راجل طيب يا عم ربيع، والوالد راجل طيب، والناس الطيبه عمرها ما تزعل من بعض ابدا، حتى لو في مشاكل ما بينهم بتتحل بالاصول. يا حضره الضابط، انا والوالد الحمد لله ما فيش بيننا اي مشاكل، وان شاء الله مش هيكون. ارجو ذلك. ايه بقى الموضوع؟ البيت يا عم ربيع. ماله البيت؟ الدنيا اتغيرت يا عم ربيع، والايجار اللي انتوا بتدفعوه ملالين. يعني الوالد عايز يرفع الايجار؟ لا، الوالد عايز البيت. ميرسي. افهم منك انه خلاص وقع في غرامك. سيادتك عارف ان انا شاطره قوي في تنفيذ الاوامر. شاطره دي شويه عليكي، انت ممتازه. طب نتنقل بقى للخطوه التانيه. هو في خطوه تانيه؟ في خطوه تالته، بس ما ينفعش نتكلم فيها الا بعد تنفيذ الخطوه التانيه. وانا جاهزه. تتجوزيني؟ مالك؟ زي ما تقول سيادتك كده ان انا ناويه اتجوز بجد. كنت بقول كفايه يا هند، ده شغل، والبني ادم السعيد في حياته هو اللي بيشتغل لغايه ما يموت. وبعدين انت قلتي ناويه تتجوزي، يا ترى عندك العريس؟ لغايه دلوقتي مفيش، بس لو نورت اللمبه الخضراء هلاقي عريس واثنين وثلاثه. ما اختلفناش، تتجوزيه لغايه لما تولعي اللمبه الخضراء بتاعتك. ونوع ايه الجواز ده؟ شرعي ورسمي ومأذون وموثق. يعني مش جواز طياري؟ مش طياري. ممكن اعرف السبب؟ ليه شرعي وليه رسمي؟ علشان تورثيه. مراته هتكون الوريث الشرعي الوحيد له، هو ملوش حد مقطوع من شجره. بس دي حاجه ما يعرفهاش غير ربنا، مش جايز اموت قبله. لما تعرفي التفاصيل هتعرفي انه هيموت قبلك. يا سعاده اللواء، ده انا ممكن اكون قاعده معاك دلوقتي بتجيلي ساكته، او ممكن اخرج من هنا واعمل حادثه. يا هند احنا مش في درس فلسفه، وبعدين انت ايه اللي مش مريحك في الموضوع؟ مش عارفه، حاسه ان العمليه دي غير كل العمليات اللي فاتت. كل عمليه وليها ظروفها، ومن حقك تعرف ظروف العمليه دي. يا ريت. خاين، عايز حاجه اكتر من كده؟ خلي الشركه هو مسؤول عنها بالكامل، عارف كل اسرارها وعملياتها حتى اموالها في الخارج. انا كده فهمت يا مجدي باشا، بعد كده كل حاجه هتبقى بتاعتي وملكي قانونا. تمام. وبعدين انت تاخدي اللي ليكي والشركه تاخد اللي ليها. مش فاهم يعني اموال الشركه ترجع لها بالكامل، واموال الخاصه تبقى بتاعتك انت. طب ولو طلع ما عندوش حاجه؟ مش ممكن ما يكونش عنده حاجه، ده خاين والخيانه فلوسها كتير. تصوري على الاقل 3 4 مليون جنيه، اكتر شويه اقل شويه، في النهايه دي عمليه سهله بالنسبه ليكي. هو اختلس ولا سرق ولا؟ حتى لو كان عمل كده كنا ممكن نعالج الموقف بطريقه تانيه. الاختلاس والسرقه دي حاجات صغيره في الشركات المهمه زي شركتنا، لكن لما يبقى خطر على الشركه نفسها او يكون سبب في دمار ناس كبيره، يبقى الحل هو اللي انا قلت لك عليه دلوقتي. ها، نقول مبروك يا عروسه. هند. الله الله الله، ايه ده؟ عامله في نفسك كده ليه؟
عايزاك تشوفني على طبيعتي. والله وانت على طبيعتك ارقي واجمل بكتير. انا عايزه اتكلم معاك كلام بجد سعيد من غير زعل. انا عندي كلام جايز يكون سخيف بالنسبه لك، لكن رد فعلك عليه هو اللي هيخليني اقول او لا. اول مره اعرف اللي عايز يتجوز بيتعمل له امتحان. مش امتحان يا باشمهندس، اعتبره تعارف. في ايه هنا؟ مال الجد قوي كده ليه النهارده؟ ما هو الجد لازم يكون ساعه الجد، الا بقى لو انت شايف مشروع الجواز ده حاجه كده عادي، او انت ناوي تكون حاجه طياري كده. هيا يا ستي اتفضلي قولي اللي انت عاوزاه. انا كان في رجاله في حياتي. عادي، قصدي من غير جواز. ماشي، مش مهم اللي راح، المهم اللي جاي. غريب. الله، ايه الغريب في كده بقى؟ انا عارف ان اصلك فلاح والفلاحين طبعهم مش كده. بقولك ايه يا هند، مفيش فلاح في مصر كلها يحلم يتجوز واحده زيك. وبعدين يا ستي عايزك تعرف حاجه مهمه، الفلاح يوم ما يتجوز واحده يعرف يحكمها. وبعدين كل حاجه وليها تمن، واللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه. انا صرحتك وانت وافقت، مش هتصارحني انت بقى؟ عاوزه تعرفي ايه؟ هو انت ليه خنت اللي هو مجدي؟ انت عرفت ازاي؟ اصلها يعني مش خيانه بالمعنى المفهوم. كل ما هنالك ان انا عملت عمليه لحسابي بعيده كل البعد عن نشاط الشركه. انت عايز تعرف انا عرفت ازاي؟ انا كنت جاسوس عليك. الف هنا وشفا. الله يبارك لك يا ابو عاطف. ما تاكلي يا بنتي؟ شبعت ياما الحمد لله. والله الاكل المصري كان وحشني. ايه ده ياما؟ انت ابتديت تشرب سجاير؟ اهي سجاره كده على الماشي، الواحد بينفخ مع دخانها الهم اللي في صدره. الهم لا يزول بالسجائر يا عم ربيع، كما ان فيها ضرر بالغ على البدن والصحه والمال، وهي محرمه. يا شيخ معتمد، قبل ما تفتينا في السجاير افتينا في الكلام اللي انت قلته لمراتك. اي كلام بالضبط؟ انك هتطلق نوارة لو اختها تغريد ما اتجوزتش الراجل اللي انت جايبه معاك من السعودية. الكلام ده حصل. وتطلقها ازاي وانت عندك منها ولد والتاني جاي في السكة؟ وعشان ايه؟ عشان حاجة انت ملكش حق فيها لا انت ولا غيرك. طولي بالك شوية يا سميحة، يمكن هو مش قصده. قصده يعني يقول كلام كده وكده، بيهوش يعني، فاكرنا هنخاف. انت مش بتهوش برضو يا شيخ معتمد؟ لا لا. طب احنا كمان الف لا، واحنا مش عايزين نجوز بنتنا جوازة هي مش راضية بيها، ولا احنا كمان راضيين بيها. اتفضل طلق ان شاء الله. اتطلق دلوقتي اهو. انا مش عايزة اتطلق يابا، انتوا عايزين تخربوا عليا ولا ايه؟ وبعد ما اتطلق هروح فين وانا عندي عيل وشايلة التاني في بطني اهو، والناس هتقول عليا ايه؟ وانتوا هتستحملوني زينا وعيالي، وانتوا يا دوب مستحملين نفسكم بالعافية. دي الحكاية بيع وشروة بقى. اشمعنى انا شيخ زفت الطين انت؟ ما الدنيا مليانة بنات وفيهم احسن مني. ليه من لسانك يا مقصوفة الرقبة؟ اللي تغلط في الشيخ تبقى ناقصة رباية. بقول لك ايه؟ لم لسانك، اللي ربوا تغريد هما اللي ربوكي، وبعدين الشيخ بتاعك ده يخصك انت لوحدك. احنا يا حبيبتي مجوزينك فني تكييف، قسطة بالمفتشر كده صنايعي، هي المشيخة كده بالساهل ولا بتطلع للناس في البخت؟ وبعدين انت خايفة من الطلاق ليه؟ وعزة الله، ده شكله ناوي يعملها. فوق يا هبلة، ده مش باقي عليكي. لا كده كفاية يا ست سميحة، لقد طفح الكيل. شيخ معتمد. نعم. الكلام بينا انتهى، فضل خد مراتك وروح على الفندق اللي انتوا قاعدين فيه. انتوا الاتنين شكلكوا كده لايقين على بعض. وانتي قومي البسي هدومك عشان تمشي مع جوزك. كده يابا؟ ما عنديش غير كده. لا حول ولا قوه الا بالله، وانا مش عاوز بنتك يا ابو عاطف. براحتك، خدها وطلقها وارمي العيال في الشارع. للدرجه دي انا رخيصه عندكم يا اهلي؟ اهلي مين يا ام اهل؟ هو انت خليتي فيها اهل؟ عايزه ترخصيني انا ورا وتبقي انت الغاليه؟ ايه الافتراء ده عشان مين؟ عشانكو. احنا والحمد لله النعمه مغطيانا من فوق لتحت، الدور والبيه عليكم انتوا، عشتوا طول عمركم في ضنك، والدنيا مطلعه الناس كلها وانتوا زي ما انتوا. ما تتكلم يا شيخ معتمد وتقول اللي انا مش قادره اقوله. الله،
هو لسه في حاجات تانية ما نعرفهاش؟ كتير يما. مطنت يا اسطى معتمد، قصدي يا شيخ معتمد، ايه اللي عندكم مخبيينه واحنا ما عندناش علم بيه؟ اولا العريس ده مش زي اي عريس. عارفين والله العظيم ثلاثة عارفين ان هو عنده محلات في مكة والمدينة والنجران. ده دي الحاجات الصغيرة بس. الشيخ عتبة الغمدي بسم الله ما شاء الله تبارك الله سيفتتح في مصر مشاريع عظيمة. يا سيدي الله يبارك له، بس احنا داخلين ايه؟ صبرك عليا بس يا عم ربيع. يقول المولى عز وجل بسم الله. اسمع يا معتمد، عشان اسمع منك لا تقول لي قال الله ولا قال الرسول. انا مستعد اسمع قال الله وقال الرسول من اي حد غيرك انت، ولو الدنيا كلها بصمت على انك شيخ انا مش حبصه. اتفضل كمل بقى. ماشي يا عم ربيع، الراجل ده خيره عليا وعلى بنتك وحفيدك ولحم كتفنا من خيره، فمش معقول يعني اقول له لا. والراجل ده عشان يراعي مصالحه في مصر لازما ولابد يكون له مكان فيلا، والفيلا عاوزه واحده تبقى مراته. ليه انا بقى؟ اشمعنى انا بقى وانا مخطوبه ومش عايزه غير خطيبي؟ خطيبك ايه الكحيان العدنان؟ انتي غاويه نكد وفقر وعيشه ضنك. اطلعي لفوق وخدي امك وابوكي معاكي، دول كبروا محتاجين يستريحوا. مين قال لك يا بنت اننا مش مستريحين؟ انا الحمد لله الستر محوط حوالينا. ابوك عاش عمره كله ما استلفش بريزه واحده من حد. وبعدين انا عندي سؤال ليكوا انتوا الاثنين، عشان انا شايف كده ان انتوا مطبخينها مع بعض. اسال ياب. الراجل المستثمر ده جاي معاه مشروعات كبيره قوي عايز يعملها في مصر بمشيئه الله، وهيبقى عنده فيلا وخدم وحشم وعربيات ان شاء الله. انتوا بقى نصيبكم في المولد ده كله هيكون ايه؟ اصله يابا هيعمل لنا شركه. شركة تكييفات؟ لا، شركة سياحة. سياحة؟ وانتوا مالكم ومال السياحة؟ ما هي مش أي سياحة، دي شركة معنية بأمور الحج والعمرة. يا سيدي ربنا سهل له، لكن الشركة دي مش ممكن يعني تمشي من غير هو ما يتجوز تغريد؟ والله لو على الشيخ عتبة ممكن يتزوج أي فتاة وينقي ويختار اللي على كيفه، لكن إحنا اللي عاوزين. وبعدين يا عم ربيع بمشيئة الله زوجته هيكون لها الرأي والمشورة، واحنا برضه عم ربيع يعني مش عاوزين ويبعد عننا ويفلت. وهو صاحب البيت عايز يطردكم منه بالعافية، وانتوا كبرتوا، وبصراحة يابا شغلانتك دي بقت زي عدمها. خلاص بقى نوار، الكلام ده ملوش لازمة دلوقتي. ادينا عملنا اللي علينا وسيبهم يفكروا. يا دوبك هيا ام عتبة جاية معايا ولا ناوي على بيت؟ عندنا براغيت. طب بالعندي فيكي، انا بايتة هنا. يا ساتر عليكو. ايه عاملين في نفسكم كده ليه؟ دي جوازه مش جنازه. عايزين نعمل ايه يا نواره؟ نرقص ولا نغني؟ نفرح ننبسط تغريد وخلاص عرفت مصلحتها وحس انها وافقت على الجوازه، يبقى خلاص ملوش لازمه النكد اللي احنا قاعدين فيه ده دلوقت. ولا ايه يا شيخ معتمد؟ قبل ما تسالي معتمد اسال ابوك الاول، ولا انت عايزه تعملي فرح كذاب؟ أصل الكذب لا ينفع في الفرح ولا في الحزن، بيبقى مفضوح، وإحنا مش ناقصين فضايح كده. ولا أنا كلامي غلط يا شيخ معتمد؟ لا كلام حضرتك مظبوط وسليم، محدش يقدر يقول فيه أي حاجة. لكن طالما أن القبول والرضا قد حصل والمناسبة سعيدة، فيجب علينا أن نتعامل مع هذه المناسبة بما يتناسب معها. أنت بتفتي على هواك يا جوز أختي؟ القبول والرضا اللي انت بتتكلم عنهم دول حصلوا بالإكراه وبلوي الدراع، وياريت على لوي الدراع وبس. انتوا لفيتوا الحبل حوالين رقبتنا وشديتوا بكل قوتكم. يعني ايه الكلام ده يا تغريد؟ هو انت رجعتي في كلامك ولا ايه؟ ولا ماما قالت كلام غير الكلام؟ انا ما رجعتش في كلامي يا نوارة، وهتجوز العريس بتاعكم بس بشروطي. سهلة سهلة والحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله كل هذه الشروط ستكون محل استجابة. شروطي المهم فيها لازم أقولها للراجل اللي هيبقى جوزي. مني ليه عدل؟ منك ليه ده إيه؟ هو الشيخ معتمد مش قد المهمة دي يا تغريد؟ قد بقى ولا مش قد؟ هو معتمد هيبقى معانا والعريس ليلة الدخلة عشان يقول على شروطي؟ أنا اللي عايزة أقوله، هو بالمرة أشوفه وأتكلم معاه يبقى في معرفة قبل الجواز. صراحة البنت عندها حق. حق ايه بس ياما؟
مش جايز تفرض عليه شروط تخليه يعدل عن الجوازة دي؟ يبقى خير وبركة. وحدوا الله يا جماعة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إحنا إن شاء الله لازم نسعى في الخير. تغريد يا بنت الأصول. سمعك يا معتمد. شيخ معتمد يا تغريد، عيب كده، خلي عندك دم، ده جزاته إنه عايز يسطرك؟ يا أم عتبة طولي بالك شوية. خلاص يا عروسة، أنت عندك شروط عاوزة تقوليها للعريس منك له. إيه هي بقى الشروط التانية اللي مش مهمة في نظرك؟ مش عاوزة فرح. عندك حق. ولو اتجوزت؟ لا أنت ولا مراتك تخشوا لي بيت. براحتك، بس إحنا يا أختي بيتنا هيكون مفتوح لك، وجايز بعد الهنا والعز اللي هتشوفيه تغيري رأيك. في حاجة تانية يا تغريد. أمال قبل ما الجواز يتم لازم أبويا وأمي يكون عندهم سكن تاني بعيد عن هنا. أنت عمالة تبني في حيطة بالطوب والأسمنت عشان تعملي اللي في دماغك، بلاش الشرط ده، خليه بعد الجواز مش قبله. قبل الجواز يا نوارة، عشان أحفظ لأبوك وأمك كرامتهم، بدل الناس ما ياكلوا وشهم ويقولوا شوفوا اللي فسخ خطوبة بنتهم عشان يجوزوها راجل كبير وغني. لله الأمر من قبل ومن بعد. يلا يا أم عتبة، جهزي نفسك وجهزي الولد عشان نسيب أهلك يرتاحوا، وأنا عن نفسي هبلغ الشيخ عتبة برغبة العروس، والتوفيق من عند الله عز وجل. السلام عليكم. يلا يا روز. احلى تحيه من سراج معلم رجب بمصر. هدوم العز يا اغلى فرخ في المنطقه، بس احنا عاوزين نفرح معاك. وايه المناسبه بقى يا معلم فتحي؟ من غير مناسبه. الله، هو يا جدعان عيب ان الواحد يفرح من غير مناسبه؟ لا مش عيب. خلاص هي كده، أنا فرحان من غير مناسبة، وعايز أفرحكم معايا برضو من غير مناسبة. من غير مناسبة، من غير مناسبة، ولا حلبة ولا. أيوة يا عمنا. أوعى تفوت حد ياض ما يشربش، لو واحد ما شربش هدو على وشك مية سخنة. يلا. يا ولاد اللذينة يا منطقة. يبسط يا عم، عمك رجب الفرخي بيمس عليك بإزازة بيرة. اشرب واستمخ. في ايه؟ يا ماما.
كل اللي طلعولي قدامي غلبتهم يا رئيسة، بس اللي غلبني جايلي من ورا ظهري.